والمفروض ما هو من كتر ما هو روتين براكتس حضرتك حاجه النهارده هتعمل ايه؟ هتاخد فيس بوما وامبريشنز وكده يعني روتين براكتس. قال لي شود بي لايك ذس لانها حاجه فيري سيمبل. لكن هي الفكره كلها في ايه؟ احنا عارف الانسان عدو ما يجهلنا، عشان حاجه ما عملهاش احنا حاسين انها حاجه كبيره، لكن هي حاجه هايفه جدا 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 جدا. اللي عايز قبل ما نخش نعمل الكلينيكال ستيبس لازم نبقى فاهمين هو احنا بنعمل فيس بوك ترانسفير. يعني السؤال المنطقي اللي وصلت له فين السؤال اللي عايز اسأله؟ يعني وصلت يقول لكم السيمبل مش زي الفل وبتاع ونمسك القصتين على بعض ونحطهم. احنا ليه محتاجين ناخد فيس بوك ترانسفير؟ وهل الفيس بوك ترانسفير اسينشال في كل حاله ولا في حاجات لازم وحاجات مش لازم؟ فلازم نفهم البيهايند كونسبت الاول. انا عشان تفهم الفيس بوك ترانسفير لازم نرجع شويه لان بيزك نولج انا ام شور ان كل بتوع الكلام عارفينه هو الهينج اكسس. اللي هو التيرمينال هينج اكسس. التيرمينال هينج اكسس واحد من ثلاثه اكسسيز الكوندايل بتلف حوالين جولي جول. بغض النظر عن الاكسسيز هما ايه، التيرمينال هينج اكسس كان ديفايند از ان ايماجينري هوريزونتال اكسس اكستندنج بتوين ذا كوندايلز ات بوث سايدز اراوند ويتش the mandible purely rotates during early opening and late closure. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا لو بصينا فاكرين المصدر ده طبعا خارج البوسيلت انفلوب اوف موشن خلاص؟ ده البوسيلت انفلوب اوف موشن في الساجيتال فيو. لو انتوا جيتوا بصيتوا عليه انا عايز اصور هنا حاجه صغيره معلش همسحك يا مصطفى حقك عليا هو كده بواسكتين مصفى وبعدين في حد وشه كده غير مصفى حاجه تكون انت كويس انا زي الفل بس كده انت موجود انا كويس. لما كنا بنرسم البوسيلت انفلوب اوف موشن في السيرجيتال بلين كان عندنا حاجه اسمها البوستيريور بوردر اوبننج وبعدين عندنا البروتروسيف موفمنت وبعدين الانتيريور بوردر اوبننج. اي دونت كير اباوت اني ثينج اكسبت البوستيريور بوردر موفمنت. انا عايز اقف عند النقطه دي. عندنا النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي. اللي بيحصل ايه؟ ان لما العيان بيبقى قافل في السنتريك ريليشن، حط تحتيها كلمة خط عشان احنا عايزين نعرف هي فين السنتريك ريليشن. خلاص لما العيان بيبقى قافل في السنتريك ريليشن وبتبتدي تقول له افتح براحة، أول مرحلة من الفتح الكوندايل بتروتيت بتهنج بترسم لنا من هنا لحد هنا. بعد سيرتن ليميت هنعرفه هو قد ايه دلوقتي، تبتدي الكوندايل تتحرك في الباث ده اللي هو ما بيبقاش روتيشن بس روتيشن وكمان بالترانسليت على الانتير وورك على الجنوب الفص. كلام بيزك جدا صح؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ هو يعني ايه الكوندايل هنا بتعمل بيور روتيشن؟ يعني ايه بيور روتيشن يا جماعه؟ يعني بتلف بس ما بتتحركش من مكانها. يعني ايه في الهندسه ده يا مصطفى ان حاجه بتلف بس؟ حول محورها حول سنتر. يعني ايه؟ يعني لو احنا فكرنا زي كده ورك عامل ايه؟ لو احنا فكرنا ان ده بيور روتيشن معناها انه في دايره سيركل وليها سنتر صح ولا لا؟ السنتر ده فين يا جماعه؟ الكوندايل. فالكوندايل هنا اهو وده السنتر بتاع الدايره ودي لو احنا كملنا كده هتعمل لنا دايره صح ولا لا؟ طالما انا عندي بيور روتيشن يعني انا عندي سنتر وعندي ريديوس صح ولا لا؟ عندي سنتر وريديوس وهو ده فايدته ايه؟ بصوا يا جماعه هي الكوندايل في الايرلي اوبننج في مكانها ولا بتتحرك؟ طيب ارجع اليفاي وات از سنتريك ريليشن؟ يعني ايه سنتريك؟ اللي هو الموست ريست بوزيشن للكوندايل. لا انتيريور سوبيريور انتيريور سوبيريور انتيريور مش الرام بوزيشن. ريليشن بين الكوندايل والجنرال بوست اند سوبيريور انتيريور حلو جدا. في 6-7 ديفينيشن للسنتريك وكل 5 سنين بيتغير بيقول لك الموست ريتروت ان ستريند والانتر سوبيريور بوزيشن والديسك كومبلكس يعني مش عارف محطوط فين. انا قصدي الريست السنتريك بوزيشن بالنسبه لنا ده الزيرو بوزيشن صح؟ ده الستارت بوينت صح؟ الستارت بوينت اللي العين دايما مرتاح فيها ما عندوش مشاكل في التيرتو مانديبلا جوينت اللي بيبتدي وينتهي الماستيكات ريسايكل عندها صح ولا لا؟ دي بوينت اسمها سنتريك. طب هي علاقه بين ايه؟ هي علاقه ما بين ماكزيلا ومانجو لما تكون الكوندايل في الحته اللي احنا مختلفين عليها حلو كده؟ طيب فالكوندايل في الانترو سوبيريور بوزيشن بتاع الفصه هي والديسك كومبلكس في المكان ده. طيب لما الكوندايل بتعمل بيور روتيشن من غير ما تتحرك معنى كده ايه؟ معنى كده ان الكوندايل هنا سنتريك صح ولا لا؟ طب الكوندايل هنا سنتريك ولا مش سنتريك؟
سنتريك ما اتحركتش، يلف صح ولا لا؟ هنا سنتريك ولا مش سنتريك؟ خلاص بلف الدايره يبقى سنتريك. يبقى كوندايل في اي مكان هنا سنتريك. بس ايه الفرق ما بين دولت يا جماعه؟ ديسك بوزيشن ولا ديسك حركه؟ الكوندايل والديسك بوزيشن ده سيم، هما في نفس الحته. الريليشن بين مانبل والمكسل. الله ينور عليك. السيباريشن يعني ايه؟ يعني وانا قافل في السنتريك كده كوندايل سنتريك، فتحت ملي الكوندايل سنتريك، امال ايه اللي حصل؟ حصل شويه سيباريشن. عشان كده ديفينيشن، اسمع الديفينيشن ده، يقول لك السنتريك ريليشن هي الريليشن ما بين المكسيلا والمانديبول، وان ذا كوندايل از ان ذا موست ريتول الان ستريند بوزيشن. الحته دي عايز تغيرها غيرها زي ما انت عايز. ان ستريند بوزيشن ان ديجنوستس فروم ويتش لاترال موفمنت كان بي دان ات اني جيفن ديجري اوف جو سيباريشن. يعني السنتريك بوزيشن مش مرتبط السنان لمسه ولا مش لمسه. الوضع ده سنتريك، كوندايل سنتريك والسنان لمسه. لكن ده سنتريك والسنان مش لمسه. وده 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 سنتريك والسنان مش لمسه. طيب لما العين فتح هنا ده سنتريك؟ خلاص. يبقى اي واحد في دولت سنتريك. اللي فوق ده عشان سنتريك والسنان لمسه اسمه سنتريك اوكلوجن اوكلودينج بوزيشن. حلو كده؟ ركزوا معايا كويس قوي 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 قوي. انتوا كلكم عايزين تشتغلوا حالات ريهابيليتيشن صح؟ مشكلتكم واحده من مشاكلكم ان العيان غالبا 90% من العيانين لما يجي يقفل في السنتريك عنده بريماتيو كونتاكت، فبيجلايد لقدام او لاترال او الاثنين، فالعيان مش سنتريك، فانت عايز تعمل له ريهابيليتيشن على وضع مضمون، فعايز ترجعه للسنتريك. تيجي تقول له يا عم الحاج اقفل، يروح البريماتيو كونتاكت عمل له سلايدنج وقافل بره، تبقى خدت بوزيشن هابيتلي صح ولا لا؟ انت عايز تاخد السنتريك. نعملها ازاي دي يا جدعان؟ نعملها ازاي؟ نعملها ازاي؟ الكورز البوينت قام واحد فصيح قال لي خلاص مش هو بيلمس ويتزحلق، انا هعمل له ريكوردنج قبل ما يلمس، يعني هعمل له ريكوردنج هنا. حلو كده؟ تمام؟ دي سنتريك ولا مش سنتريك؟ سنتريك. طيب لو انا عملت ريكوردنج هنا وعرفت مكان الكوندايل فين وعرفت الراديوس قد ايه، ينفع على الارتكيليتور اقفل من هنا لهنا؟ صح ولا لا؟ يبقى الفايده بتاعت الفيسبوك ترانسفير اللي احنا هنعوزها كلنا، ان انا لما اخد العيان بايت مفتوحه انتشنال اعرف اقفلها على الارتكيليتور في الاوكلوجن السنتريك اوكلودنج بوزيشن مش في الهابيتوال بوزيشن. وانتوا هتعوزوها للسبب الاولاني ده، لما بتعمل ريهابيليتيشن للعيان وعايز تريستور العيان ده مش للهابيتوال بوزيشن، عايز تريستورهم للسنتريك، فعايز تعرف السنتريك فين. ما انت كل ما تيجي تاخد بايت يروح لامس بدري ومتزحلق في الغلط، فتاخد له بايت مفتوحه وتاخد له فيسبوك ترانسفير وتقفلها على الارتكيتور، تروح جايب السنتريك اوكلودنج ريليشن بتاعت العيان مش الهابيتوال. ادي اول استخدام، وده المين ده اللي احنا عايزينه. طيب طبعا عشان اعمل المصيبه دي محتاج اعمل ايه؟ بص يا دكتور عدي معايا، محتاج بايت مفتوح. صعبه ولا سهله؟ لا تيجي مفيش مشكله سهله، هنتعلم نعمل ازاي انتيريور جيك وناخد بايت مفتوح سهل. الحاجه الثانيه عايز اعرف مكان الكوندايل فين. يا نهار اسود، عارف مكان الكوندايل فين يا اسراء؟ هشرح العيان بعد نصيبه سود، عايزين نعرف نجيب الكوندايل ازاي. الحاجه الثالثه عايز اقيس الريديوس صح ولا لا؟ لو انا خدت بايت مفتوحه جبت مكان الكوندايل قست الريديوس حليت المشكله. تسمعوني ازاي هعمل كده؟ ركزوا. طيب ارجع بس اقول خلي بالكم، هي المسافه دي قد ايه يا جماعه؟ الفتحه دي البيور اوبننج قد ايه؟ حوالي 2 ملم. كل بيشنت في لا في الميل وفي الميل، يعني الميل بيختلف 10 10 15 2 لا هو الماكسيمم اوبننج يعني؟ لا لا الاوبننج اللي بيحصل فيها بيور روتيشن من 2 من 2 تو 4 يعني من 2 ل 4 من 2 ل 4 كويس اني سمعت الرقم ده عشان اعلق عليه. الكونتمبري فيكس بروسيدونتكس اللي عندكم ناقل الديفينيشن بتاع الجلوسري اوف بروسيدونتك تيرمز. البيور روتيشن اكستندز من 12 ل 25 مللي. يا نهار اسود، امال ايه 2 ل 4 دي؟ خليها معاك عشان هنعوزها كمان 10 دقايق. بيقول عليها فيديو اول فري واي سبيس ده. لا 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 انا هقول لك ليه ناس بيقول لك لما تاخد البايت ما تاخدهاش مفتوحه قوي، خدها على 2 ل 4 خلاص. لكن البيور روتيشن، البيور روتيشن في ناس بتقول لك لحد 25 مللي، 2 سنتي ونص سيباريشن ما بين دولت. يعني انا ممكن اخد عيان ما بايت مفتوح 25 مللي؟ لا استنى ما تقولش كده، هو البيور روتيشن 25 مللي، بس اصبر معايا خمس دقايق وهتفهم انا قصدي ايه، بس خلي المعلومه دي في دماغك.
فتحاول تفهموا علي بقى انا خلاص. انت انت دكتور دلوقتي معلش يا دكتور بس انت طالب في سنه ثالثه اعدادي فيسبوك احنا قلنا الكوندايل والبوزيشن والريديوس انا عايز مكان الكوندايل وعايز الريديوس حلو كده عايز اجيبهم بس هم دول الفيسبوك هقول لك انا بس هجيبهم ازاي اصبر عليا ما تسربعنيش لا لا تسربعنيش عشان انت ممكن تكون راجل جينيوس لكن بصراتي راجل غلبان لا بصراتي انا لازم امشي على احتمال اضعف واحد في القافله حلو كده بصراتي مشهور اخرج دلوقتي انك بتاع سنان والعنطزه بتاع دكتور السنان وفكر على انك طالب في ثالثه اعدادي طالب في ايه سمعت عن الدايره يا حبيبي ادي الدايره بتاعتك ادي السنتر بتاع الدايره خلاص وادي الريديوس بتاع الدايره الرسمه دي الحته اللي ورا بس حلو كده انا محتاج اريكورد النقطه دي والريديوس ده عشان لما اخد سنتر هنا مفتوحه اقدر اقفل على كده اجيب السنتر هنا صح ولا لا المسافه دي قد ايه من 10 ل 25 متر هعمل ايه؟ عندي اختراع لطيف جدا اسمه فيسبوك. الفيسبوك ده هيتربط على الكوندايل وهيتربط على الانسايزر بوينت، هيوصل للانسايزرز. فيقيس لي المسافه من هنا لهنا. فشغلة الفيسبوك انه يقيس الراديوس اوف مانديبولار روتيشن. شغلة الفيسبوك يعمل ايه؟ يقيس الراديوس، حلو كده؟ يبقى فايدة الماكسيلاري فيسبوك شغلته انه يقيس الراديوس اوف مانديبولار روتيشن. ادي سيمبل ايديا. في واحد ممكن يسالني انتوا ناس ماجستير فما ينفعش اكذب عليه هو في هنج اكسس اصلا ايوه يعني هل فعلا في حاجه اسمها بيور روتيشن احتمال يكون لا في تو سكولز اوف ثينكينج في ثري سكولز اوف ثينكينج معلش بلاش تو سكولز في ناس بيقول لك ان في حاجه اسمها هنج اكسس واحد وصل من هنا لهنا وفي ناس تانيين يقول لك ده في هنج اكسس للكوندايل اليمين لوحدها وهنج اكسس للكوندايل الشمال لوحدها والاثنين بارلل لبعض بس مش على خط واحد وفي ناس يقول لك مفيش حاجه اسمها هنج اكسس خالص والكلام ده كلام فاضي وات ايفر مين بيقول ايه هنعرف ان احنا هنستخدم برضو الفيسبوك لكن خلينا ماشيين في السهل عشان بصوت ابتدى يشتم لك مفيش هنج اكسس ولا في هنج اكسس بصوت خلاص اعتبر انه في فلو في هنج اكسس الناس اللي بتقول لك في هنج اكسس ار تو سكولز اوف ثينكينج في ناس يقول لك يا عم لا ده اسمه فيسبوك ترانسفير ده حاجه فيري اكيوريت فانت لازم تجيب مكان الكوندايل بالظبط بالظبط اوعى تروح ميلي بره او ميلي جوه شفت الشو ولا ايه؟ شو ايه؟ شفت الشو ده كان الخامس اللي طيب ففي ناس محسوكين احنا بنسميهم الترو اكسس بليفر الناس دي بيقول لك انا لازم احدد مكان الهنج اكسس بالظبط يعني لازم اجيب السنتر اوف روتيشن اللي هنا والسنتر اوف روتيشن اللي هنا ما ينفعش ابعد عنه خالص لانك لو بعدت عنه هيبقى الريديوس اللي قسته بايظ مش مظبوط فالروتيشن بتبقى غلط حلو كده طيب دول اسمهم الترو اكسس بليفرز في ناس تانيين يقول لك يا عم دول بقى ايه حبايب انا وصوت احنا مع بعضينا كده الناس اللي هي يقول لك يا عم الحكايه كلها زيطه في بعضيها لما تاخدها جنبيها 2 3 مللي ما يحصلش حاجه عايزين نفهم اللوجيك بتاع دولت واللوجيك بتاع دولت اول ناس اللي بيكلموك على the true access position عشان يعملوا كده لازم يستخدموا جهاز اسمه مانديبولار فيسبوك ده ديفايس اوبسوليت ومش موجود ومش هتلاقيه خالص مش موجود هيستوري مانديبولار فيسبوك بقى جزء من جهاز تاني اسمه جو تراكنج ديفايس بقالنا 3 سنين بنحاول نشتري واحد في الكليه بس ثمنه 200000 جنيه فطبعا هات مع بعض اني هاو لكن ستيل الفكره بتاعته كانت بمنتهى البساطه اللي في الدنيا ان انت بتركب جهاز على المندول والجهاز ده فيه قلم وورقه فيقعد يرسم بالقلم والورقه الموديفيكيشن الاولاني بتاع اسمه بانتوجراف بس انا مش عايز اخش في تفاصيل الجو تراكنج ديفايسز اتس ا بيج ستوري مش حوارنا النهارده اوكي فكان بيعمل ايه بالظبط بتحطه على وش العيان وتحط السن بتاعه في اي حته اربيتال تقول له حاني افتح واقفل فالعيان يرسم خط تروح جايب سن القلم مغيره على نص الخط فالخط يصغر يفضل الخط يصغر لحد ما في الاخر سن القلم يرسم نقطه واحده فالنقطة دي اللي هي السنتر اوف روتيشن وكانوا يسميها الستيل بوينت هو السنتر اوف روتيشن ده يا جماعة تتخيل فين انت يا دكتور مكانه فين؟ يعني الهنج اكسس النقطة دي فين؟ في نص الكوندايل اتس ا ميس كونسبشن السنتر اوف روتيشن لو في بيور روتيشن موجود في النك في الانتيريور بورشن اوف ذا نك حلو كده؟ ده لو في
لو في سنتر او في سنتر روتيشن موجود في الانتيرير بورشن اوف ذا نيك بتاع الكوندر عشان تراجع الماجستير فلازم ابقى محدد ما ينفعش اكدب عليك. طيب في ناس قالوا لك يا عم ايه وجع القلب ده وانا حضر انت لو شفت المنديل ده في فيسبوك ده لو شفته مره وحصل وشفته يولع الفيسبوك اللي عايز يجيب الهيم شاك ايه وجع القلب ده. ففي ناس بيقول لك ايه بيقول لك يا عم الحكايه كلها بمنتهى البساطه ان الديتكشن اوف ذا ترو اكسس في مشاكل كتيره جدا والبتاع ده على السوفت تيشو وبيضغط شويه وبيتزحلق وبيعمل فمهما تحاول تعمله ات از نوت اكيوريت. وحتى لو عندك شويه ايرور هنكتشف ان هما مش هيفرقوا. افتكر جملتك بتاعتين ل 4 مللي هتفرق معانا ده. تعالوا نفهم النقطه دي فين. الحكايه دي في الستينات والسبعينات كان الناس اللي بتعملوا ريسيرش فاضيين ما روش حاجه عنهم مش ناس بيشتغلوا كونفيدنشال مش حاجه عملوا تاني يعني فضى هيستيري بقى بس. فكل واحد كان يقعد لابس شورت قاعد على البحر يقعد يالف ويخترع النقطه ويسميها باسمه. فشلوسر ده قال لك ارسم لاين من الاوتر كانفاس لحد السوبيريور بوردر اوف ذا تريجس وقيس عليها 13 مللي يبقى ده ايه الموج عارف ايه. جه واحد بعديه قال لك ايه لا ده انت انزل على نص التريجس براندا بوكسن ده قال لك مش عارف وحط نقطه ثانيه. وينبرج يقول لك قيس 10 ل 12 مللي مش عارف 11 13 مللي منين لفين. واحد ثاني يقول لك حطها فين. هتلاقي البوينتس حاجه كوميديه جدا 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 جدا. ادي البوينتس كلها خلاص. واحد يرسم خط بارل اللي مش عارف ايه 700 800 بوينت. الحكايه كلها ايه؟ ان البوينتس كلها شايفين في الرينج ده في محيط 5 مللي من المكان ده. حلو كده؟ طيب هي تفرق. ركزوا معايا بقى اللي يفهم دي يبقى كتر خير. اللي ما يفهمهاش ما يزعلش قوي. يعني من ناحيه دكاتره السنان دي الادويه الغذائيه مخنا بيصدي مع الوقت. طيب ده الترو سنتر اوف روتيشن صح كده؟ لو انا عملت اكيوريت فيسبوك وعملت ريكوردنج للنقطه دي وللريديوس ده هعرف اقفل من هنا لحد هنا صح ولا لا؟ وات اف ان انا عملت ريكوردنج للبوينت غلط. يعني ان انا عملت ريكوردنج للبوينت هنا صح؟ عشان انا قلت في محيط 4 5 مللي عملت ريكوردنج لمكان الكوندايل غلط. مكان الكوندايل غلط يبقى انا قست الريديوس غلط. فلو انا خدت السنتريك في البوزيشن ده والعيان قفل هيقفل هنا صح ولا لا؟ ده سنتريك بوزيشن؟ لا ده مش سنتريك. يبقى انا كده الشغلانه باظت. ممكن تركزوا معايا ثواني. لو انا خدت البوينت غلط برضو ماشي؟ بس لما خدت البايت خدتها شايفين فين؟ خدتها مش مفتوحه 25 مللي كلهم ما اختلفش. خدتها مفتوحه 2 3 مللي بس. العين لما قفل قفل فين؟ قريب. البوزيشن ده سنتريك؟ لا هو مش سنتريك هو غلط. بس غلط فين؟ قريب السنتريك. عشان كده يقول لك لو انت عندك ايرور في الريكوردنج اوف ذا كوندايلر بوزيشن في رينج 5 مللي من مكان الستيل بوينت الحقيقيه الايرور بتاعك يطلع ايرور في الاوكلوجن عند السكند مولر نوت مور ذان 0.1 ملم في البروتروجن في انترفيرنس في البروتروجن نوت مور ذان 0.1 ملم. وكل ما تطلع لقدام عشان الدايره بتوسع الايرور يبقى اقل. اذا اتس نوت سو كريتيكال. ايه يعني لما بعمل فول ارش العيان واعمل ادجستمنت 0.1 ملم الورقه يعني الهمسه والارتكيشن كده تشيلها صح ولا لا؟ فعشان كده المودرن كونسبت فور فيس بو ترانسفير از تو نيجلكت اصلا ان في حاجه اسمها ستيل بوينت ما ندورش عليها. اوعى تدور عليها تبقى مغفل. هو تدور عليه؟ على الستيل بوينت اللي ما تدورش عليه يا حبيبي. اكشولي مش هتعرف تجيبه ولو جبته خلاص في ايرور. ولو حتى جبت انت ايرور حواليه الفاينل اوت كاب المشكله از فيري سمول تتصلح بمنتهى السهوله صح ولا لا؟ فعشان كده يقول لك خلاص محدش يدور على ستيل بوينت. ده كمان مش كده بس ده احنا كان عندنا واحد اما انا في الاول لسه متعين نايف في الكليه ما كانش عندنا غير الفيسبوك اللي هو بتاع هانو. هانو ده بيتحط على وش العيان من بره وابره كده لازم تتحط وتقعد انت بقى تعمل ايه؟ يا لهوي يا بص في حته الحكايه توقف العيان وتفضل تحط صباعك في ودنه افتح يا حاج تفضل تحس الكوندايل فين؟ تبقى طالع صباعك من بره عشان تحس الكوندايل وما تحس عند الكوندايل تقول لي واحد يا نوران الحقيني يا نوران علمني هنا بالقلم عشان ما تروحش منك الكوندايل. وبعد كده تمسك الفيسبوك وتعلقه على وش العيان تروح متزحلق من هنا. فالفيسبوك اللي بياخدوه ثلاثه مع بعض. فواحد قال لك يا جماعه واحد بتاع اناتومي قال لهم يا جماعه ايه الجنان بتاعكم ده؟ ده لما حسبنا الافرج سكالز لقينا انه الاكسترنال اوديوتري ميتس ورا مكان الكوندايل الانتيرو نيك ب 6 مللي ورا و2.5 مللي فوق. خلاص مش هي افرج بافرج وكده كده بايظه وفي ايرور لحد 5 مللي. ايه يا جدعان؟ بدل ما ناخد على وش العيان
علق البتاع في ودني. حلو كده؟ يبقى نرجع تاني. وات اس اماكسيلاري فيسبوك؟ اماكسيلاري فيسبوك هو ديفايس الهدف منه انه يربط علاقه المكسيلا بالكوندايل بلهجه اخرى يقيس الريديوس او الديمنشن لوكيشن، واني استطيع ان انا استخدم الجهاز ده عشان انقل الريليشن على الارتكيليشن. الفيسبوك ده مكون من ايه؟ اي فيسبوك في الدنيا بتاع اي ارتكليتور لازم يبقى فيه الحاجات دي. اوكي، لازم يبقى فيه بوب، حاجه بوز كده مربع. لازم يبقى فيه حاجه اسمها بايتنج فورك. لازم يبقى فيه حاجه اسمها بوستيريور ريفرنس بوينت انديكيتور. لازم يبقى فيه حاجه اسمها انتيريور ريفرنس بوينت انديكيتور. وساعات يبقى معاه اكسسوري حاجه اسمها ماركتنج جيت، ساعات تبقى موجودة أو مش موجودة. أنواع الفيسبوك بيزد على البوستيريور ريفرنس بوينت. البوستيريور ريفرنس بوينت دولت اللي هم بيحددوا لي مكان الكوندايل. خلاص كده؟ مكان الكوندايل هيتحدد أيذر أربيتالي بره على وش العيان، إن أنا أجيب النقطة بنحددها إزاي النقطة عشان ما توجعش دماغك، حتى لو أنت هتشتغل بواحد على وش العيان. تعالى عند الأوتر كانفس أوف ذا أي ومد خط وهمي لحد التريجس أوف ذا إيك وقيس عليها حوالي 12 مللي، حط نقطة. دي از اربيتري ذا بوزيشن. لكن انا الفيسبوك اللي شفته عندكم اير بيس فيسبوك، فده حاجة حلوة. واللي عندنا تحت برضه كده خلاص وينو نو مور، احنا بندور على النقطة دي. اوكي؟ فده اسمه فيشيا من غير ال، فيشيا فيسبوك. اسمه ايه؟ فيشيا فيسبوك. خلي بالك الفيشيا فيسبوك الارتكليتور بتاعه لو انت بصيت عليه كويس قوي. شايفين يا جماعه دي الكوندايل صح ولا لا؟ شايفين الابره اللي طالعه من الكوندايل دي اللي هيركب عليها الفيسبوك. طالما انا حطيت البوستيريور ريفرنس بوينت على الكوندايل يبقى لازم الارتكيوليتور الكوندايل بتاعته فيها ريسبتور عليه. اتس فيري امبورتنت عشان ما ينفعش اخد اير بيس فيسبوك واعمل ماونتنج على ده. تاني، ده دي ارتكيوليتور وده دي ارتكيوليتور. If you are going to use a fascia فيسبوك لازم الارتكيوليتور بتاع حضرتك يبقى فيه ريسبتور موجود على الكوندايل، لان انت خدت الريكورد على مين؟ على الكوندايل. تاني نوع من الفيسبوك حاجه اسمها اير بيس فيسبوك. دي شايفين بتركب جوه ودن العيان، واحنا قلنا ان الاكسترنال اوفيل ديميتس راجع 6 مللي لورا و2.5 مللي لفوق على مكان الكوندايل. اذا لما اجي اعمل ماونتنج لازم يكون الارتكيوليتور بتاعي في ريسبتور في نفس المكان ده. يعني ايه؟ يعني انت لو بصيت الكوندايل هنا مستخبيه جوه، شايفين الريسبتور ده فين؟ اه الريسبتور ده 6.5 مللي لورا و2.5 مللي فوق عن البوزيشن. يعني بيعمل العلاقه بيه بالظبط. خلاص، فلازم تبقى عارف ان الفيسبوك بتاعك بتاع الارتكيليتور. الناس اللي بتيجي تقيف يقول لك يا عم انا استلفت فيسبوك من بصراس ونزلت خدت ارتكيليتور من بتوع البروتيسس، فبتوع البروتيسس قرفانين منك هيديك بتاعه يحل، راح مناولك واحد من قدام اللي هم بياخدوا فيشيا فيسبوك وانت خدت من بصراتي البتاع اللي هو اير بيس. تيجي تركب ده على ده يبقى انت بتعك. خلاص، احنا مره الدكتور محمد ندى سقطنا كلنا، كان هيسقطنا كلنا في الماجستير بسبب الموضوع ده. طب انت ليه يا دكتور بتعك؟ ايه؟ ليه بتعك؟ ما كناش نعرف والله يا بيه والله. برضه احنا ما بنتعلمش ببلاش يا باشا، ما احنا اتسمى بدلنا يوم بحاله واتمسح بينا الارض، يعني احنا هي عد كده. احنا بعترنا كلنا يا راجل. طيب يبقى احسن جميل يا دكتور. طب احنا بعترنا احسن بقى. تعرفش دكتور ندى انت لما يبعتر حد يعني تسجل برضه؟ بس هو بعترنا جميل يا كان عنده حق بصراحه يعني. اوكي. فدلوقتي يا جماعه احنا انا بتكلم على اللي احنا هنعمله وي ار نوت لوكينج اني مور فور اكسترنال بوينتس، وي ار جوينج تو بليس البوستيريور ريفرنس بوينت جوه ودن العيان. كلام مريح ليكم؟ وده هيخليك تعمل فيسبوك واحد لوحده وبايد واحده كمان مش بايديك الاثنين. اوكي؟ ايه حكايه بقى الانتيريور ريفرنس بوينت؟ الهيسس بتاعكم دلوقتي اللي هادينا بيه السمايل ديزاين صح؟ سمايل صح؟ ضحكه زي بحاجه فلوز البلين والباكال كوريدورز ومش عارف صح كده؟ والقرش ده هنجيبه ازاي يعني منين؟ القرش ده حلو. القرش ده حلو جميل. حلو. عايز تعمله؟ اه ده انا لازم تعمل فيسبوك. يس. ليه؟ عايز تعمل بقى سبوبه. اه يعني ماشي بقى كده واطلع من الاخر. انا قبل بس ما نبص على كده هحكي لكم حكايه، عشان الحكايه اصلها عشان تعملها القرش ده لازم عندك شويه كده مبادئ في دماغك لازم تعرفها.
عندنا شويه مبادئ لو حابب تسمعهم. لا انا هقول لك بس المبادئ من عندي وبعدين نشوف احنا جايز نتفق جايز احتمال نلاقي نقطه تراخي ما بيننا. السؤال الاولاني يا جماعه، سمعت عن حاجه اسمها اوكلوزال بلين؟ معترض في حاجه اسمها اوكلوزال بلين، ايه هو الاوكلوزال بلين؟ الهورلاين بلين كونكتنج الانتير الانسايز الايدج بالكاسبس. الله ينور عليك. السؤال اللي بعد كده هو اورينتيشن اوف ذا اوكلوزال بلين بتاعنا ده عامل ازاي؟ يعني هو ده الهوريزونتال؟ يعني هل الاكوزا في ده هو الهوريزونتال؟ شوف السؤال يعني السؤال هو ايه الهوريزونتال بلين؟ هو مش مفروض اصلا كيرف هو هو مش بلين برضه. سيبك ان احنا هنحلله يبقى بعد كده كيرف ومش بلين، لكن في بلين اساسي بعد كده احنا هنعمل له بريك داون لسمولر بلين. ده موضوع تاني. الاوكلوزال بلين يتلاقى مع الكيرف ايه؟ انا عايز سؤال واحد، ايه هو الهوريزونتال بلين؟ فين الهوريزونتال؟ المفروض وات از ذا ترو هوريزونتال بلين؟ هو مش فاهم. لو احنا ده في كيو هوريزونتال بلين والانسايزر بلين بتاع تو سنتر، انتوا ما عدتوش محل بتاع اورفورد هو فرانكفورت. الله ساهم السبب فرانكفورت بلين. ايه بقى حكايه الفرانكفورت بلين؟ الناس قعدوا بتوع الاستاتكس في الدنيا عايزين يعرفوا فين البدايه الزيرو فين. فالزيرو لازم نقعد راس العيان في بوزيشن عدل. ايه البوزيشن العدل؟ فاختاروا نعدل على مين؟ فقعدوا يتفقوا ويختلفوا لحد ما مره قعدوا في فرانكفورت واتفقوا وات از ذا هوريزونتال بلين. عشان كده سموه فرانكفورت بلين. الفرانكفورت بلين هو عباره عن بلين اسمه بوريون اوربيتال. محدش يشتم، اسمعش حد داخل وبعدين اللي فات. ماشي. بوريون اوربيتال. فين البوريون؟ فين الاوربيتال؟ فين البوريون؟ وفين الاوربيتال؟ انا عارف ان هو هنا. البوريون يا جماعه، البوريون باي ديفينيشن هي ذا موست سوبيريور بوينت اوف ذا كوندايل. يعني لو جيت كوندايل يبقى اعلى نقطه فيها اسمها البوريون. انتوا بتقولوا تستوب ايه مجانين سفالومتري؟ انا متجوز واحده هتقول فالهيس اللي في الاورفو عالي شويه. لو مثلا انت واحده واحد بيقول لك بوريون اوربيتال وانت ما عرفتش، ممكن سوري في اللفظ يعني يطلع سوائل عنك. اه والله كنت بقعد اشوفها في الرساله وهي بتقيس حاجات سيكالومتري بري وبوست، حتى مثلا جداول ريزلتس فيهم 700 قرايه. انا ممكن اشوف ميه ساعه، انا مسافر شكل الضهر. ميه ساعه بس، ميه ساعه بس. لا ميه بس، ميه ميه. ادي الفورم. فين الاوربيتال؟ الاوربيتال في نفس الامتحان اللي كنا شتمنا عليه، كان سقطنا كنا في الشفوي لنفس السبب. الاوربيتال كل واحد فيهم يا جماعه حط صباعه على العظمه اللي تحت العين. العظمه دي اسمها الانفرا اوربيتال ريم. اسمها ايه؟ امشي على الانفرا اوربيتال ريم لحد ما صباعك يتزحلق في حفره هنا. الحفره دي ذا ديبست بوينت اوف ذا انفرا اوربيتال ريم از ذا اوربيتال بوينت. از ذا ايه؟ اوربيتال بوينت، ذا ديبست بوينت اوف ذا انفرا اوربيتال ريم. لو ضغطت عليها جامد قوي هتلاقيها توجعك. ليه؟ لان تحت 5 مللي في مخرج الانفرا اوربيتال فورم طالع منه الانفرا اوربيتال نيرف فيزيتس. حلو كده؟ فالترو هوريزونتال بلين هو البلين اللي واصل ما بين البوريون اوربيتال اوربيتال بوريون. حلو كده؟ معلش يا دكتور، هو ليه حددوا الثلاث نقط دول بالذات يعني؟ قعدوا يا عم قعد صفر، وبعد ما اختلفوا اتفقوا قعدوا اتفقوا على دي. ما يهمناش احنا مالنا ولا يفرق معانا التعريف. هم قالوا كده. احنا ايه علاقتنا بقى بالموضوع دي؟ دي ناس بتتكلم فوق، احنا عايزين تحت. احنا عايزين نعمل ايه؟ سمايل حلو صح؟ الناس اللي بتعمل السمايل حلو لازم تعرف حاجه مهمه جدا، ان العين واحده اوف ذا بارامترز اوف ذا سمايل، ان لما العين يضحك بيخلي شكله حلو. الاوكلوزال بلين از نوت بارلل تو ذا فرانكفورت بلين.
في زاوية ما بين الكروزر بلين والفرانكفورت بلين about 9 degrees. الزاوية ما بين الفرانكفورت بلين وما بين الكروزر بلين لو انت عملت خط كده دي 9 degrees. طب وانا ماشي الارتكريتور اللي حضرتك معمول ان الابر جو ممبر بتاعه هو الفرانكفورت بلين. تاني the design of your articulator is that the upper jaw member اللي بتعمل عليه attachment للمكسيلاري كاست horizontal. ده الهوريزونتال فلازم يبقى مين ده الفرانكفورت بلين. فاللي يعمل فيكو ماونتنج نصاب فيك يعني دكتورة هو قالت لك على الماونتنج فبصراحة عايز ينصب لما تنصب علمك تنصب ازاي وانت بتعمل وانت بتعمل ماونتنج الدكتور الكفته لما يعمل ماونتنج يحاول ينصب يعمل ايه يعمل يقول لك ده الابر كده انا مخلي الكروزر بلين فارق المعلومه بقى عشان ايه يطلع بقى ده يبقى احمر ليه لازم لما تعمل ماونت صح تلاقي الكروزر بلين بتاع الماونت بتاعك عامل زاويه 13 ديجري ايه يا عم انت مش سائل 9 هي الاربعه دي جت منين هو احنا يا جماعه في الفيسبوك هنريكورد مين احنا هنريكورد البوريوم هنريكورد البوينت انت تحتيه صح كده فاحنا اكشوالي بنعمل ريكوردينج مش للبوري الاوربيتال للاكسس اوربيتال ده اسمه اكسس بوينت ده الاوربيتال فالزاويه ما بين الاوكلوزال بلين والاكسس اوربيتال 9 زائد 4 يساوي 13 تاني انا بقول الكونكلوجن ده ليه لو ما فهمتش حاجه بقولتها ماي كونكلوجن از ذات ذا اوكلوزال بلين از نوت بارالل للهوريزونتال بلين في زاوية ما بين الأبر جو ممبر وفي الأرتيكيتور وما بين الأوكلوزال بلين تقريبا 13 ديجري تقريبا كام؟ 13 ديجري عشان كده عشان نجيب الأوكلوزال بلين صح وننقله لو بنيجي نبص دلوقتي أنا حواليكم حاجة على الأرتيكيتور يمكن حد ما يتخيلهاش دلوقتي لو أنت مسكت الفيسبوك وحطيته على الكوندايل وأنت بتحطه على الأرتيكيتور ممكن يطلع وينزل معاك زي ما أنت عايز الفيرتيكال ليفل بتاعه فين؟ ما تعرفش عشان تظبط الفيرتيكال ليفل اوف يور فيسبوك عشان تجيب الاوكلوزال بلين عامل زاويه 13 مع كده لازم تاخد 3 بوينت اوف ريفرنس احنا خدنا 2 بوينتس اوف ريفرنس اللي هما مين اللي ورا عايز نقطه كمان قدام عشان الفيسبوك بدل ما هو واقف على خط يبقى واقف على بلين حلو كده اللي هو الاكسس اوربيتال بلين اللي هو يعني اعتباطا هو الفرانكفورت بلين فعشان تريكورد الفرانكفورت بلين محتاج 3 نقط اثنين منهم عند الكوندايل والثالثه فين ده. لازم تبقى قدام النقطه دي في احتمال من اثنين يا اما تتحط عند البوريون بوينت اللي هي اللوست بورشن اوف ذا انفرا اوربيتال ريم اللي هي الاوربيتال بوينت ودي سهله جدا هنحددها وهنحدد الفيسبوك بتاعكم بياخد اوربيتال في بوينتر هنحطه على الاوربيتال بوينت ونربط كل حاجه فنبقى عملنا ريكوردنج للانتيريور ريفرنس بوينت الحقيقه الاوربيتال في بعض الاحيان بتبقى نقطه سخيفه يعني انتوا هتشوفوا زي ما هنيجي نعمل دلوقتي على بصراتي طبعا بس هنا لو بصيت برضه غلاسه احنا عايزين نكلبشوا بتجيب حاجه مدببه ومدخلها جنب عينه بصراحه حاجه تقل وممكن لو واحد غشيم يخش فعلا في عينه خلاص الاحساس مش لطيف الحاجه الثانيه يعني تحصل عايز شويه حذر الحيطه والحذر طيب ايه الاوبشن خلي بالكم لما انا بعمل كده هتلاقوا الارتكيليتور في ريسبتور للانفرا اوربتال بوينت شايفين الانفرا اوربتال بوينتر فين على الانفرا اوربتال رين هتلاقي في الارتكيليتور في دراع بياخد الانفرا اوربتال رين يلبس فيه فانا افضل اطلع ده وانزله لحد ما الابره دي تخبط في الانفيريور ريفرنس بوينت الارتكيليتور ده تلبس فيه ابقى انا كده على النيزيون بوينتر وهي المسافه محسوبه من النيزيون لحد الانفرا اوربتال رين اتس ان افريج فاليو لمعظم الناس رقم مش ما بيختلفش كتير فيريكوردت على النيزيون وهو اوتوماتيكال الديزاين بتاع الفيسبوك والارتكليتور معمولين انه اول ما الابر جو ممبر يخبط في الكروس ارم يبقى انت في المكان المظبوط فالانتيري ريفرنس بوينت از ايذر ذا اوربيتال بوينت اور ذا نيزيون بوينت على حسب نوع الفيسبوك بتاع حضرتك يعني هنا هلمس ايه يا دكتور معلش بقى اذا حضرتك هنا انا بعد ما باخد الريفرنس برمي النيزيون وهم عاملين حسابهم انه في كروس ارم في الفيسبوك لما هيبقى فين الابر جو ممبر ارتكيتور يخبط في الكروس ارم خلاص يبقى كان النيزيون لمسه في وش العيان تبقى كده وصلنا كذا بوينت وكل بوينت ليه رين وفي اناتوميكال رين يس 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 الفرنش بيبان شويه السمايل ديزاين بيبان شويه معايا بعد كده خلي بالك من حاجه هقول لك على حاجه مهمه جدا 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 جدا
اللي انت بتعمله ده بقول لك بيعمل لك رينج ايرور 0.1 ملم. كل اللي احنا بنعمله ده يعمل لك رينج ايرور 0.1 ملم عند ال 7، وكل لما تطلع لقدام رينج ايرور يقل، فمحصله الايرور مش هتكمل نص مني. خلاص تاني انا هكلمك في بقى مصايب، في حاجات مصايب هتكلم ممكن لو عندنا وقت في الكلينك جوه هقول لكم الحاجات الفيتال اللي تبوظ لك الريت، يعني تخلي لك الريت بتاعك قالي شغال على تاخده ولا تعيد ولا تنيل. انما ده كله لو عملته صح رينج ايرور ازاي اسمه دكتور؟ معلش في الليزيون فيه ده مش بسيط من الليزيون ده غير ان انا عايز دريت انك بتحرك بتوصل الكروس ارم، هنشوفها دلوقتي جوه في العياده. الكروس ارم بتاع الفيسبوك بيبقى على الليفل بتاع الاوربيتال اوتوماتيك، هنشوفها دلوقتي. يعني انا ممكن اعلمك طريقه تعمل بيها ريكوردنج للفيسبوك من غير ثيرد بوينت اوف ريفرنس، بس محتاجه عينك تبقى كويسه، محتاج واحد عينه كويس. خلاص بس هو دكتور ده مش هيفرق في الفيشيا ولا الثاني، ملوش علاقه، دي حاجه ودي حاجه. الانتيريور ريفرنس بوينت انديكيتور ممكن يكون معاه فيشيا او معاه اي بيس، نو بروبلم. تالت حاجه بتفرق ما بين انواع الفيسبوك ان انا الفيسبوك لازم يبقى سنترلايز على بق العين، لان دي اول مصيبه ممكن تحصل مع حضرتك. لو انت الفيسبوك مش سنترلايز في وش العيان هتلاقي نفسك لما عملت ماونتنج عندك شيفت في الميد لاين. تاني لو الفيسبوك مش سنترلايز وجيت تركبه على الابجريتور، هو على الابجريتور لازم هيتسنتر غصب عنك، هيتسنتر غصب عنك. فلو انت خدته وهو مش سنترلايز بوق البيشنت وجيت تعمل له سنترلايزيشن على الابجريتور هتلاقي الماونتنج بتاع الابر بتاعك الميد لاين فيه شيفت. حتى مصيبه سوداء هتلاقي البين اللي في الوسطانيه مش في النص. مش عارف ازاي هقول لك حاجه. في ثلاث طرق، في ثلاث طرق بنسنتر بيهم الفيسبوك. اول طريقه ان البوستيريور ريفرنس بوينت بيبقى عليهم جراديويشن كاليبريتد، فالمفروض وانت بتعمل الريكورد تبقى عارف ان القرايه اليمين قد القرايه الشمال، يعني في اربع شرط هنا وفي اربع شرط هنا. يعني ازاي نعملها دي؟ يعني وانا بركب الفيسبوك اول مره حطيته اي كلام، لقيت القرايه اليمين 6 والقرايه الشمال 2، 6 زائد 2 كام؟ 8. اقسمها يبقى انا عايز 4 و4. خلاص؟ فدي اول طريقه ان البوستيريور ريفرنس بوينت انديكيتور يبقى ايه؟ يبقى كاليبريتد. ده اول نوع من الفيسبوك زي ده كده، اللي هو زي ده في علامات حاجه. تاني نوع زي اللي معاكو اللي هو السبرينج بول، هو بيتفتح بسكرو في النص فهو اوتوماتيكالي سنترلايزد، عمرك ما تغلط. فده من نوع انواع لطيفه جدا السبرينج بول، هتلاقي جوينت في النص خلاص اوتوماتيكالي هو جراديويت. في نوع ثالث اسمه سلايدماتيك، بيبقى البار اللي في النص بيتزحلق بيتفتح ويتقفل، ده برده بيعمل اوتوماتيك سنترلايزيشن، ما عندكش مشكله. انا بستخدم فيسبوك ليه؟ اول حاجه عشان اجيب الريديوس والمانديولا روتيشن، ذس از فيري امبورتنت. تاني حاجه عشان اعمل اورينتيشن للاوكلوزال بلين، دي حاجه مهمه جدا 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 بالنسبه لي. تالت سبب عشان لو انا بشتغل بفولي ادجستبل ارتكليتور وعايز اقيس الانتركوندايلر ديستانس، خد بالك في ميجرمنت ريكورد اسمه انتركوندايلر ديستانس، مسافه بين الكوندايل. الانتركوندايلر ديستانس از اونلي امبورتنت لما تكون عايز تعمل سيميوليشن لللاترال اكسكيرجن، فعايز تعرف شفتوا الدكتور قال تاني تاكو اوكلوجن؟ مش عارف اشرح لكم الاتجاه بتاع الجروفز، كل ما الانتركوندايلر ديستانس تزيد لازم الستيب بتاع الجروف عامل كذا. فلو انت عايز تعمل ذات كومبلكس ديزاين في الفيشرز والسبلمنتال جروفز بتاعه الكراونز بتاعتك محتاج تريكورد الانتركوندايلر ديستانس. فده بيتعمل في حاجه اسمها كلاس 3 بي ارتكليترز، هم السيمي ادجستبل اللي بياخدوا انتركوندايلر ديستانس ريكورد، وفي الفولي ادجستبل ارتكليتر. فلو انت عايز تاخد انتركوندايلر ديستانس ريكورد هتعرف تاخده بانواع معينه اللي هم السلايدماتيك فيسبوك او السبرينج بول اللي معاكم، هتلاقوا فيه قياسات 1 و2 و3. فلو العيان على 2 بتركب الكوندايلز في البوزيشن 2، لو العيان 1 بتركبه على البوزيشن 1. قصدي انها في ميجر من زياده اسمه انتركوندايلر ديستانس، انتوا بروبابلي مش هتستخدموه قوي، لكن التو مين ادفانتجز اللي الناس اي حد فينا بيعمل على حسابه فيسبوك يريكورد الريديوس والمانديلا روتيشن عشان ناخد بايت مفتوحه ونقفلها على الارتكليتر. والحاجه الثانيه ان احنا نريكورد الاورينتيشن اوف الاوكلوزال. ممكن نخش جوه بقى يا شباب. فيسبوك في العادي زي ما انا قلت لكم كنا ناخد فيسبوك ترانسفير ونرجع نركب ده على الارتكليتر. الناس فور ذا ايزنس خلاص، الناس اللي بتشتغل كتيره مش محتاج تركب ده على الارتكليتر. في اكسسوري معموله عشان تاخد بس الفورك على وضعها الفاينل تركبها من غير ده خالص. اوكي؟ فذيس از نوت ذا كلاسيكال بايك اللي انت هتشتريه في اي حته، بس كلكم عندكم ده في الكراوند، دي حاجه يعني لابجر يعني رفاهيه. تمام. اوكي طيب خلينا بس قبل ما نشوف الماونتنج خلينا نشوف الترانسفير. الترانسفير زي الفيسبوك عادي، لكن لما نيجي نعمل ماونتنج هو اللي مختلف شويه. اوكي
ايه الكومبوننتس بتاعتنا؟ زي ما قلنا اي فيسبوك ترانسفير هتلاقيه، اي فيسبوك سوري هتلاقيه عباره عن بو قوس معاه بوستيريور ريفرنس بوينت انديكيتور، انتيريور ريفرنس بوينت انديكيتور، ومعاه فورك. خلاص هتلاحظوا انه بيجي معاه اتنين فوركس، واحده فورك مخرمه وواحده فورك مشرشره. دي عشان الاي دنشلس بيشنت، عشان دي بتتغرز في الاوكلوجن بلوك. يعني لما تشتغل العين اي دنشلس يو كان يوز ذس، هتغرزها في الاوكلوجن بلوك. دي فور ذا دنتيت بيشنت، عشان دي احنا هنعمل بيها اندكس لشكل السنان بتاعتنا. طيب وات اف العيان بتاعي از ا بارشال اي دنشلس بيشنت؟ لو هو عنده سنان قدام وورا ذير از نو بروبلم خالص، لانه الاندكس هجيب سنه ورا يمين وشمال وسنه قدام، ذس از انف فور ستابيليتي. لو العيان از ا بارشال اي دنشلس بيشنت، محتاج تحط كميه واكس اكتر عشان تاخد ريكورد للسنان اللي موجوده، وتاخد ريكورد للريدج كمان، عشان لازم البايت فورك تبقى ستيبل في مكانها. انا بس هستاذنكم معايا في الجلوفز. عايزين فليم صح؟ اه يا منى. نعم عايزين فليم. في ميه سخنه؟ لا ما ينفعش. الله عاوزين بتاع بروفيسيس بقى، فالولعه دي بالنسبه لي حاجه مهمه جدا، لازم عشان في تقاريب كده انسانيه، حتى لو جبت لي ميه سخنه مولعه والشمع ساح فيها ابقى انا مش مبسوط. لازم اه لازم يعني لازم في نار كده. ده الانفرا اولتا بوينتر. اوكي هنظبطه دلوقتي ونشتغل بيه. ده جديد ايه؟ ما حدش لمسه. انت عارف افتح بصوت كده سيبها حلوه كده. ربنا يسامحك حبيبي. انا لسه خطيره. انا قدام ايه؟ معلش انا بكره بكره عين ايدنشلس. لو العين مش ايدنشلس خلاص. انا اول حاجه هعملها هستاذنكم بس شيء. اول حاجه هعملها ان انا هعمل موديفيكيشن للفورك دي عشان تاخد شكل الجوزل بلاي بتاع العين. شوف حاجه بس عايز اوصل لغايه كده خالص. عايزين نعرف الدكتور برضه السيكنس بتاع الواكس. في ناس بتقعد تملها واكس كده وفي حاجه بسيطه يعني. انا اقدر ازعلك برضه. بص يا جماعه، هو الحكايه كلها انا هحط شمع بيزد على التكنيك اللي عاملها بيها ستابلايزيشن. في ناس بتثبتها ان العيان بيعض عليها، وفي ناس بتثبتها ان العيان بيهولد الفورك بصوابعه. انا بحب التكنيك التاني مش لسبب يعني متعود عليه، فانا بس محتاج احط شمع مينلي من وان سايد عشان اخد شكل الاوكلوزال تيث. الناس اللي عايزه العيان هو قفلته هي اللي تثبت الفورك، هيحط شمع من فوق ومن تحت. يعني ده بريفرنس شخصي، ما يعني ما ياثرش في حاجه. لسه قايلين لو هو بيتحدد بالدنتيه بالسنان. لو انا هاخد، لو عندي حته ايدنش صور طبعا هزود الشمع، لكن لو عين عنده سنان الشمع هو مفيش لور خلاص. يعني ما انا اللي هعمله يا جماعه، حاطط شويه شمع صغيرين بس كده، يا دوبك عايز اخد شكل الاوكلوزال سيرفيس بتاع السنان. عايز يا دكتور؟ لا مش شغال. مش شغال. مش متعرفش شغال. يقول لك بقى كاهين والمكنه وكده الحركه بتاعتك دي لسه جايه جديده. نتعب. انا بعمل لها ادابتيشن، واهم حاجه في الموضوع ان انا ارجع رايت بيهايند ذا بيشنت واتاكد ان الفورك بتاعتي في السنتر، في السنتر ما تكونش مايله يمين ولا شمال. فانا بعملها وببص من ورا، ايم تشيكينج انه الميد لاين بتاع الفورك ماشي مع الميد لاين بتاع البيشن. زي برنت الناخد هروح مطلع الامبرنت دي واروح حاططها في الميه واجيب الكاست بتاعي اتشيك ان الكاست قاعد عليها ما فيهوش حركه. كده الكاست بتاعي يا جماعه ستيبل. ذيس از مور ذان انف خلاص. انا مش محتاج اكتر من كده. مش محتاج يعني. في ناس بتحاول تعمل ايه؟ تحط شمع كتير قوي تطلع على البقل سيرفيس بتاع السنان. ده زي ما انتم بتقولوا الاولاد غلط يا جماعه انك تاخد بايت ب
بالوضع ده لانها ممكن الشمع اللي داخل في الاندر كات ده يعمل جايدنج بلين يعمل التركيبه بس غلط. انت ممكن لو طلعت شمع زياده عن اللزوم تيجي ترجع الكاست ما يخشش. فجست انت عايز امبرنت الاوكلوزال سيرفيس وونس انه بصوا يا جماعه انا الحكم بتاعي ان دي ستيبل ما تتحركش. فدام دي ستيبل خلاص اوكي. هاجي اعمل ايه؟ انتوا السيستم بتاعكم سيستم لطيف جدا. الفورك دي بتركب في مكان هنا وتربط عليه خلاص. انا ربطت عليها وقربت كويس. طيب دي الفورك بتاعتي. الفورك بتاعتي فيها جوينت مفصله انا سايبها لوس لحد ما اخلص خلاص. بقيه الحاجات كلها شايفين مفكوكه ازاي؟ مش عايز حاجه اكتر من كده. طيب انا هعمل ايه؟ طن 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 فين الفيس بوك بتاعكم؟ بصوا يا جماعه الفيس بوك اللي عندكم شايفين الجروف السلوت ده؟ ده معمول عشان يخش هنا اهو اوكي؟ يعني معمول عشان يخش في المكان ده. حلو كده؟ طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هعمل الاتي. امسك يا عم هات صباعك ده كده ضم صابعك حط ده هنا اسمي هات ايدك دي كده ضم صابعك هات صباعك ده هنا بس شكرا جزيلا خليك دايس كده بالراحه. ادي الفيسبوك بتاعي. هاجي اعمل ايه؟ هحط ده في ودن العين هنا واحط ده في ودن العين هنا خلاص واعمل سلايد بريشر شادد لقدام بصباع واحد كده اهو واجي اعمل كده اروح مدخل دي هنا اهو خلاص ماشي. واروح اول حاجه اعملها اتاكد ان الجروث في مكانهم اروح رابط دي ورابط دي حاجه بسيطه ولا مش بطل ازاي ده بتاعت السنتريك اللي هي سنترلايز خلاص انا مش محتاج اتاكد خلاص هي اوتوماتيكالي هي بتبالانس نفسها اوكي. اول حاجه ربطت مين؟ ده وده وبعدين رحت رابط ده بتاع الفورك خلاص. لحد دلوقتي خلي بالك بص انا صباعي ده عامل ايه؟ صباعي ده شادد لقدام هروح جايب ده فيري لوس وابتدي انا خلاص انا الانفرا اوربيتال ريم اهو ادي اللوز بورشن هنا انا عايز احط نقطه هنا. بصوا ده يا جماعه ده بيتحرك بصوا فين؟ فوق وتحت صح كده؟ ده الفيرتيكال بلين اللي بقول لكم عليه. اعرف منين الفيرتيكال بلين الصح؟ لما دي تيجي هنا خلاص خلاص عامله لايت بريشر اروح رابط دي كويس قوي كده خلاص. بقيت انا بصوا انا صباعي ده رخرخ فشوفوا بقت سايبه ازاي؟ لا انا اعرف اشد تاني بصباعي اهي حلو كده؟ يبقى انا صباعي ده رافع متاكد ان دولت في مكانهم. ابص دكتوره نهى في مكانه هنا دكتوري في مكانه هنا انا صباعي ده ساند ده على الانفرا اوربيتال بوينتر هروح رابط ده كويس واروح عامل ايه؟ بصوا اربط ده ده الفاينل لوك ده اهم واحد ده اللي ظبطت كده الفيرتيكال خلاص خلاص ده اللي بيعمل لوكينج لكل الاسمبلي مع بعضه ده اخر واحد يتربط والوحيد هو وده اللي مش هيتفكه. بصوا هربط ده كويس قوي واستنى ثواني واروح مقرط كمان سنة واستنى ثانيه واروح كمان مقرط تقريض ده لازم يبقى فيري تايت. وانس ان انا عملت كده بصوا بقى هعمل ايه؟ خلاص ده ملوش لازمه فك ده. على فكره بصوا انا لو سبت كده خلاص ايديا الفيس بوك ستيبل خلاص مش محتاج ماسك ايديا خلاص خلاص هو اوتوماتيك ده سبرينج بو بيفتح ويقفل اوتوماتيك مش مشكله خالص. التانيين انما التانيين بيبقى فيه ديجري هنا وديجري هنا برضه ممكن يبقى نيزيون برضه كده دي حاجه ودي حاجه اوكي. طيب انما التانيين يا دكتور بقى بيبقى فيه الديجري بقى فين؟ الديجري بيبقى دي بتبقى عليها علامات خلاص بتبقى طالعه بيبقى ده اعرض شويه وفي علامات انت بتشوف الجرادويشن. دكتور هو ما فيش ريليشن بين البو والفورك؟ احنا لما كنا في نوع ثاني كنا بنقول لا ده لازم يكون برر مع الفورك ولا ايه؟ بص بص يا بابا الجايد بتاعك حاجتين. اولا انت معاك انفرا اوربيتال بوينتر فانت مصلحتك حلوه. الحاجه الثانيه هفترض دي ضاعت مني هفترض دي ضاعت الدكتور هروح تقطه من قدك لو ضيعتها. لو انت ما عندكش انتيريور ريفرنس بوينت انديكيتور وعايز تعمل فيسبوك ترانسفير لاي سبب تعمل ايه؟ تبص بعينيك شايفين يا جماعه ده الكروس ارم ده الكروس ارم ده لازم يبقى باراليل ماشي مع الاثنين اوربيتال بوينت اللي هنا خلاص. انا ما عملت كده خلاص هروح فاكك دولت شايف الهوريزونتال ارم بتاع الفيسبوك ده يبقى ماشي مع الاثنين بوريو مع الانفرا اوربيتال رين اوكي. بس عم افتح بس طيب خلاص ده ملوش لازمه خالص خالص حتى مش هركبه زي ما احنا قلت خالص ده ما بيركبش على الكيتو ده الفرق. بص ده شيلته ده خلاص اوت. طب الفورك
ليه ولا حاجه خالص ارميها اوت يعني ده ملوش ريسبت خلاص بصوا ركزوا معايا بس شوف الحلاوه والجمال بقى الحلاوه والايه والجمال ده لا 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 ماونت ارجع ورا ده ماونت ماونت لمين ده ماونت للفورك وجوده في المكان ده على الارتكليتور زي ما تجيب الفيسبوك وتركبه على الكوندكتور هتروح عامل ايه بص حضرتك انت بتشيل الانسايزل تيبل من مكانها وتروح راجع حاطط ده وتروح ربطه هنا اهو وتروح جايب الفورك بتاعت حضرتك بالراحه من غير اي عافيه وتروح مدخلها في اللوك بتاعها سوري لا من الناحيه دي احسن هي مكانها كلها من الناحيه دي بسم الله لا لا من غير مسمار ولا حاجه بس هي فيها سلايد انتفيرنس عايز انا احله من غير ما اتعب ده اللي هو 13 مللي اللي بتكلم عليهم ايه هو 13 مللي دول اللي بتكلم عليهم هي دي طب انا معلش هعمل حاجه بصوا يا جماعه انا عندي انترفيرنس ما بين الهيد دي وما بين السايد فانا هغير ده في وضع العيان بحيث دي ما تجيش ناحيه الشمال عشان دي عامله خوندك تاني هقلبها وتيجي ناحيه اليمين فانا معلش هرجع اظبطها تاني بثانيه اظبطها تاني بثانيه عشان تساعد يا بس اعرفوا دي لما نعملها كده ما تجيش في السايد ده خلوها في السايد التاني عشان ما تعملش انترفيرنس اوكي ماشي وخديها اللفت سايد اوكي بالظبط هنعيد من الاول تاخد دقيقه واحده صباح كده ايوه ناحية تانية اوكي احنا قلنا الناحية دي هي اللي وحشة نعملها ايه؟ عايزينه في الشمال عايزين في شمال العيال طيب دخل كويس خلاص دخل اربط ده كويس قوي شد ده بايد واحده خلاص اربط ده اربط ده طلع من هنا خلاص مش اي عيان دازنت وي دونت ولو في العفريت لو في العفريت مش فرق خلاص عملت تريكو كده اتاكدت ان ده وده مربوطين كويس اروح فاكك ده واروح فاكك دولت افتح من كده بس شيل 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 ايدك بس شكرا جزيلا ده هيخش مكانه كده يا شباب لحد ما يخش مكانه واروح رابط المسمار ده كويس خلاص كده هشيل البين ملهاش لازمه خلاص دكتور معلش ممكن نلف الكاس بس عشان دي الفيز اللي هنعمل حاجه تاني الابر الابر كاست لو لمس تاني تاني قول تاني عشان انا مش معاك لو عندي الابر كاست لمس الكلوجن ده اللي هي الانفيشن تايب خلاص كده انا ظبطت انا هشوف ده لسه الريفرنس بتاعه فين هو دي قفل اكيد بس انا هتشيك عليه دلوقتي حالا اديني بس ثواني ده المفروض يقفل من غير البين ممكن بس ثواني كده في اكسسوري اكيد زياده هات لي الكود اوكي لا ده ما يجيب اوكي ده هيتشال كده هشيل البين خالص ملهاش لازمه
كنت بتاكد عليها يا دكتور ان هو بتشيك بس ان في اكسسوري زياده كده. بصوا يا جماعه شايفين ده كده لما اتحط هيخبط هنا. ده زي بالظبط ما الانفرا اوربيتال بوينتر معلم على وش العيان. فانا اللي عملته ان انا الفورك فكيتها وركبتها في السلوت بتاعها وركبت ال... دفعتي او انا دفعته عشان انا يعرفوني انا دفعت شريف الخضر. اوكي خلاص. فحاجه اعمل ايه؟ حاجه اتشيك ان انا كده الفيسبوك بتاعي في مكانه. كل اللي انا محتاج اعمله ان انا بحط الكاست بتاعي هنا. ذير از سمول بروبلم انا مش عارف هم مش حلينها ليه. المفروض تبقى محلوله بس مفيش كومبوننت زياده. واحده من مشاكلنا اللي بتحصل ان انا لما هاجي احط ده مش هيقفل. لا لا هيقفل لو عملت له تريمينج شويه هيقفل. مش دي المشكله. خلاص لما انا احط الكاست ده هنا الكاست ده لو تقيل شويه ممكن ياخد الفورك ويحصل بيها ساجنج بالذات لما احط البلاستر. ففي سيستمز بتعمل حاجه تسند الفورك. طب لو مش موجوده اعمل ايه؟ اجيب اي علبه ولا اي حاجه احطها تحت الفورك من غير ما ارفعها عشان وزن الكاست والجبس ما ينزلوش بالفورك وانا بعمل ماونتنج. طيب انا محتاج اعمل ايه؟ اتشيك الاول ان الارتكليتور بيقفل خلاص. طيب انا ما عنديش مشكله في سبيس كويس قوي. كل اللي محتاج اعمله ان انا اجيب شويه بلاستر صغيرين. وفي حاجه يا جماعه فاكرين زمان كان في حاجه اسمها امبريشن بلاستر. بلاستر امبريشن هي الفكره كلها ان البلاستر العادي الجبس بتاع البلعات ده الشرينكج او سوري الاكسبانشن بتاعه كبير قوي. فممكن وانت لو عملت بيه ماونتنج بالك ماونتنج ممكن يبوظ لك الريليشن شويه. فالناس الحريفه قوي يجيبوا شويه بلاستر امبريشن صغيرين يعملوا بيه انيشال كونكشن عشان الدايمنشن تشينج يبقى قليل. وبعد ما يخلصوا يطلعوا البتاع ويزودوا جبس ويعملوا له صنفره وكده. انتوا لما تتفرجوا مثلا واحده زي مريم رشدي بتعمل ماونتنج عامل ازاي يعني ممكن يجي لك سكته قلبيه. فانت بعد ما تخلص الماونتنج وتعمل له فينيشنج المفروض الماونتنج يعني تستحرم تشتغل عليه. اوكي طيب انا لو في شويه بلاستر اعمل ماونتنج. لو في شويه بلاستر ده ستون صح كده؟ طيب مفيش مشكله. طيب هو في انا هعمل ديمو تاني عشان بس ما افكه واعمل تاني. خلص دي كلها. ما انا لو عملت ماونتنج لده خلاص مش هعرف اعمل رخيص. مش رخيص ولا حاجه. ثواني كده ابعت اقول لهم لو حد من هو عندنا عنده ابعت خريطه. الله يوحي. ثواني بكام يعني السيد هيك بكام ده؟ بكام محدش يعرف كام ده؟ 8 تقريبا. بكام يا 8 كام يا دكتور؟ طب كام والله عايزين نجيبه دلوقتي مفاجاه هديه كل طالب من مصر. يا 6 يا 8 الباي ارت ب 2.5 صح؟ طب ما انا بقول لك بلاش تعرف ده بقى ب 3 خلصت فيه خلاص؟ هي الهم والله العظيم. انت حضرتك بتثبت الكاست يعني عشان ما يقعش بس ما يتحركش. حلو قوي. هي بتسيح الوقت عشان الكاست فيه هز شويه عشان الوزن بس بتاع الكاست. الكاست ليه وزن فهو بيتحرك. في سبريتنج ميديوم؟ سبريتنج ميديوم؟ اه عايز لين ولا اي حد ممكن نجيب الاويل بتاع اي حد. اي حد منى مع هاتينا الذهب اللي هي بتاعت الاويل بتاع ده احسن عازل في الدنيا شويه ميه بصابون يعني في لو دكتور هو حضرتك عشان لما يا عم يا قعدنا كده دكتور في الميه دي اللي هي بتاعت البلاستر بتسرع شويه بتسرع والله في ميه بامبس بس جاهزين لو دكتور معلش اسال حضرتك هو ليه حاطط سيبريتنج ميديا مش عايز يتشال؟ لا احنا عايزين يتشال ليه؟ مهم جدا انك تعرف تدي تاتش الكاست وترجعه مكانه تاني خلاص. لانه انت ممكن تبقى عايز مثلا تعمل سيرفينج للكاست ده فعايز تحطه على السيرفير. تمام. فلما تحب تحطه على سيرفير وفي نفس الوقت عايز تعمل دياجنوستيك واكسب فلازم تعرف تفكه وترجعه تاني. تمام. احنا شايفين انه كده اسهل. لو انت عايز تعمل اثنين اعمل اثنين براحتك انا بس اقولك يعني مش هزعلك يعني. لازم يكون
الاحسن يا دكتور اللي هو الامبريشن بلاستر. الامبريشن بلاستر عشان الدايمنشن تشينج بتاعه اقل خلاص، لكن يعني مش مشكله. فين فين ال دي الماونتنج رينج بتاعته ولا ده المين بليت؟ لا هي كده، هي دي الرينج بتاعته؟ مفيش حاجه ثانيه. بس في حاجه ثانيه في العلم؟ لا لا. طب ما هي دي يا دكتور، هي دي اللي بتسند يا دكتور. هي دي اللي بتسند. دي اللي بتسند بتاعته. لا هو اوبشن عالي. ف 8 اربعات بلاستيك هيك خلاص. ايوه. لا 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 دي يا عم، دي بس يا انا بحط شويه بلاستر صغيرين. شطاره الماونتنج مش هتحط بلاستر كتير، صح؟ بتحط ناس تحط حته صغيره. محتاجين نزود بقى. وتسيبه ينشف. الفوليوم بتاع الانيشال ماونتنج بلاستر المفروض يبقى فوليوم قليل مش كتير، عشان حجم الشرينكج او سوري الاكسبانشن اللي بيحصل ما يغيرلكش الريليشن. لا قليل ان احنا عاملينه كده شويه صغيرين خلاص. جاست بس يأتاتش الرينج مع الكاست. بعد كده احنا هناخده بره نفك الرينج كلها، هنزود بلاستر بايدينا اول اوفر ونعمل سيرفيس فيري سموث، واحنا متحكمين في الرينج في ايدينا. اوكي احنا بنعمل بس انيشال اتاتشمنت مش اكتر من كده. في ناس بتعمل ايه، تروح حاجه شويه جبس في قوي وتروح ايه فيبوظ بره ويشيل الزياده. المانيبيوليشن الكتير سهل جدا يحرك الفورك او سهل يحرك الكاست فيعمل لنا مشكله، او الاكسبانشن يبقى كتير شويه زياده. فالصح الايديال انك تحط شويه ماونتنج ستون او ماونتنج بلاستر صغيرين، يا دوبك تاتاتش الكاست للرينج بتاعتي، وبعدين باخد الرينج بره واكمل الموضوع ده بيكس تاني. ده انا بتاع بروتيسز هو كده. دي حاجه مأساويه يعني. دكتور مش مفروض لازم تيجي يوم سكشن سنه ثانيه بتاع الماونتنج، شوف بقى بنعمل ايه سنه ثانيه. دكتور عايز اسال حضرتك سؤال اللي بالنسبه بقى اللي هم الاثنين الكوندايل اللي في الارتكليتور، يعني انا شايفهم الاثنين مش جايين في نفس الاتجاه عادي، يعني واحده طالعه لقدام شويه واحده راجعه لورا، اللي هم الاثنين الرينج اللي عليهم. ايوه دي نفس كده مش فاهم. هو يقصد دي ودي صح؟ ده دي دول بتوع ايه يعني؟ لا ده بتاع الهوريزونتال كوندايلر باث انكلينيشن. انا لما بس ينشف هفكه واقول لك كل حاجه في الارتكليتور بتعمل ايه. اوكي اقول لك كل حاجه بتعمل ايه. دكتور اقول لك حالا 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 المفروض نعمل سبورت الفورك. المفروض لو هعمل وزن بلاستيك كتير الاقيناها اهي، بس انا بقى ركبته خلاص. الفورك سبورت بتاعت الفورك سبورت اهي، دي بتتحط تحت تمسك في الماجنت هنا وبترفع الارتفاع بتاع دي لحد ما تسند الفورك بتاعتك، تتحكم في الارتفاع بتاعك لحد ما دي تسند الفورك عشان الوزن البلاستر مع الكاست ما يعملوش ساجن للفورك. نعمل ازاي انتيريور جيج؟ نعمل ازاي انتيريور جيج؟ في ثلاث طرق عشان تعمل الجيك. الطريقه الاولانيه لو احنا معانا حاجه اسمها ليف جيج، عباره عن بكر يعني زي كارتيلا ورقه كده ستريبس رفيعه جدا. انت بتعمل ايه؟ هو انت كل اللي عايز تعمله انك عايز تعمل وات وي كول دي بروجرامينج، يعني السنام في بريماتير كونتاكت تتزحلق في المكان الغلط، فانت عايز تفتح الانتيريولي ذا مينيمال اوبننج اللي تعمل بوستيريور كليرنس ورا مفيش ورا كونتاكتس خلاص. فبتعمل ايه؟ بتجيب ورقه الليف جيج دي وتبتدي تحط في بقها مثلا 3 4 وتخليه يقفل وتبص ورا. ورقه الليف جيج دي عباره زي ما بقول لك كارت بتاعت الكارتيله الالوان دي زي بتاعت هي بتاعت عباره عن مجموعه ورق ومربوطين ببكره في 1 اند. فانت مثلا بتاخد 10 منهم تدخلهم بس جوه البيشنت وتخليه يقفل في السنتريك جايد هيم للسنتريك، فيلمس في الورق ده قدام وتشوف ورا في سيبريشن ولا مفيش، فتفضل تحط من الليف جيجز دورت لحد ما تضمن ان ورا في بوستيريور سيبريشن. طب في بقى دكتور برضه الناس بتفضل تزودها لحد مثلا لو في بين لحد ما البين يروح. ده لو انت عايز تستيميت، انت عايز تعمل بايت ريزنج ابلاينس، عايز تعمل اس ار اس، فعايز تعرف الفيرتيكال اوبننج قد ايه اللي هتريليف السيمبتومز. بس انا دلوقتي انا ام توكينج اباوت فيس بوت ترانسفير اماونتنج فور دايجنوستيك بيربزز. طيب ده الليف جيج مش افيلبل قوي. التانك ديبريسر مش ممكن مع بعض. في حاجه ثانيه ممكن نعملها ان احنا نجيب هارد اوبجكت. هارد اوبجكت
زي تانج ديبريسور، زي حته بلاستيك تاب، اي حاجه عارفين التاب بتاع الاكس راي اللي بيصوروا بالاكس راي، اي حاجه بلاستيك. ونعمل ايه؟ ونيجي نخلي العيان يقفل في السنتر ويعض عليها كذا مره، ونعلم علامه فيها مكان السنترال الابر ومكان السنترال لور. دي طريقه. الحقيقه عيب الطريقه دي انه انت بتعمل تريننج للبيشنت على البوزيشن ده، ممكن ديورنج الكلوجر الفاينل اللي بتريكورد عليه يتحرك سن صغير. تاني الطريقه ان احنا نستخدم هارد ماتيريال شويه زي الامبريشن كومباوند، او يعني واكس، بس يعني مش حلو قوي. لو في امبريشن كومباوند يبقى احسن. فانا ما عندناش امبريشن كومباوند، صح؟ صعب شويه. انا هعملها بواكس يعني فور ذا ديمونستريشن، بس احسن تعمل اللي انا هعمله ده بحته امبريشن كومباوند. فاكرين الامبريشن كومباوند؟ لا في دكتوره. ينفع الجرين ستيك؟ ينفع الجرين ستيك؟ عندك جرين ستيك؟ يا سلام، ايه ده؟ ايه الرفاهيه اللي فيها؟ صحيح انتوا بتعملوا كومبليت دنشر؟ لا ما فكرنيش، ده الجرين ستيك ده حبيبي. احنا اتعلمنا خلاص يا دكتور البوردر مودلنج امبريشن، صح؟ بس انا عملت واحده دي معمل بتغير كله. بص، لو انت عملت بوردر مودلنج حلو قوي وامبريشن وما عملتش بوكسنج، كل اللي بتعمله مش اي لازم. بوكسنج سكندري امبريشنز فور كومبليت دنشر ده شود بي بوكسد. ما هو انت تعبان عشان تجيب بوردر، تجيب الفانكشنال ديبت والويت بتاع الديستريبيوشن. فلو انت تعبت وجبت الفانكشنال ديبت اند ويت وهو التكنيشن صبه لك وما عملش البلاستر، ما لفش حوالين البوردر، فهو طاير لك الويت خلاص، فراح منه الويت، وهو بيفنش الدنشر بقى كمان كان منه من شويه، ضيع لك الدبت، بوظت الحكايه. ادي سالك، ما تتعبش نفسك يعني في البوردر مودلنج. لا، اعمل بوردر مودلنج بس صب الامبريشن، اعمل له بوكسنج وصبه. شكرا. بوكسنج ده يعني احنا نحوط الماس قبل ما نصبه بطريقه معينه، او نعمل له وولز عشان الامبريشن نضمن ان هو يلف حوالين كل البوكس. بس يا دكتور معلش، انا ما فهمتش حاجه. الانتيريور اللي انت عايز تاخدها دي تاخدها لايه؟ انا عايز اعمل بصرا تي. ايوه يا دكتور، انا عايز اعمل سيبريشن بين الابر واللور تيث، اللي هم الاثنين اللي انا عايزهم. مينيمال سيبريشن ممكن، خلاص، واجايد العيان في نفس الوقت يقفل في السنتريك، فهريكورد سنتريك على بوزيشن اعلى شويه. تمام، خلاص، اللي هم الاثنين الاربعه اللي احنا بنقول، اللي احنا قلنا 2 مللي كفايه. لو عملت 2 مللي يبقى كفايه. طبعا ما نجع، والتليفون ما بيردش عليه. ما بيردش علينا. بقى انا قعدت كلمت قلت ده ممكن يرد عليا، ما قال مستحيل. هو الراجل قال المسج الشركه. انا هجيب حته كومباوند صغيره كده معايا، كومباوند شوي بس. هعمل لها ادابتيشن على سنه او اتنين من الانتيريور. تمام. ابر. على الابر. ليبيا ليولينجوال. ليبيا ليولينجوال. سيب نفسك معايا اعمل كده خالص. لسانك سقف حلقه ورا. ايوه، اقفل بالراحه، اقفل بالراحه. سنه صغيره. كمان سنه صغيره بس كده. لا تفتح ولا تقفل زي ما انت. لا تفتح ولا تقفل. ده عشان ايه يا دكتور؟ انا دلوقتي بصوا، لو حد بص كويس قوي هلاقيني العيان قفل معايا في السنتريك. ومفيش ولا بوستيريور كونتاكت. ايم تشيكينج ان مفيش اي بوستيريور كونتاكتس. سنتريك ريليشن. فانا جايب كده السنتريك ريليشن ببايت مفتوحه شويه. طيب. طب ممكن ابص كده تاني؟ ثواني بس، ثانية. افتح معايا كده، عمالة خالص، افتح كويس كده خالص. انا هنشف دي كويس، اتاكد انها بقت هارد. تصور بس مش هعمل حاجة. انا حطيتها دلوقتي نشفتها. هعمل كذا مرة تشيك. احنا بنتشيك ازاي ان اللي عنده سنتريك؟ يفتح ويقفل. انا عندي طريقتين ان انا اجيب السنتريك ريليشن. في حاجه اسمها باي مانيوال مانيبيليشن. ايه الباي مانيوال مانيبيليشن؟ ان انا همسك العيان ده كده، احط صباعي دولت عند السيمفيسز، واحط صباعي دولت كده. افتح يعملها معايا خالص، سيب نفسك معايا كده خالص، وابتدي اعمل سيتنج. انا اي ام تراينج تو بوش ذا كوندايل ان ذا موست سوبيريور بوزيشن. خلاص، فانا بعمل كده بالبريشر، شويه بريشر بصابعي على الشين، وداونورد بريشر بايديا على الانفيريور بوردر عشان ازق الكوندايل لفوق، واخلي العيان يقفل معايا. دي اسمها باي مانيوال مانيبيليشن. في حاجه اسمها تشين بوش جايدنس، ان انا بحط صباعين دولت كده هون تحت دقن العيان، وانا صباعي بعمل سلايد. افتح منها معايا خالص كده، اعمل سلايد بريشر لورا. دي كلها اسمها باسيف تكنيك، يعني العيان هي از نوت شيرنج.
في حاجه اسمها اكتيف تكنيك، يعني العيان بيشير ان هو يا يبلع ريقه يرجع لسانه ويسقف حلقه. في كومباينيشن ما بين الاكتيف والباسيف تكنيكس، ان انا اجي وانا بعمل سواء الباي مانيوال مانيبيوليشن او الشين اسيستد بوش جايدنس اخلي العيان يساعدني يرجع لسانه لورا. فانا بتشيك، انا يعني الباي مانيوال مانيبيوليشن تكنيك افكتيف، بس انا مش بحب يعني ما بحبش اشتغل بيه. انا الاريح لي بشتغل الشين بوش جايدنس. بس ما تعملش اكسترا بريشر لورا، لان كل ما تعمل بريشر زياده العيان ويل رياكت ببريشر لقدام. يو ار جاست جايدنج ذا بيشنت اند نوت بوشينج هيم. ما تخلوش يفتح بقه قوي، حاجه بسيطه خالص. الفاينل تشيك انك خدت جو ريليشن ريكورد مظبوطه، ان انا عملت الانتيرير جيك بتاعي ده اهو. افتح كده معايا، افتح معايا اعمل كده خالص، سيب نفسك معايا خالص، لسانك لورا بسقف حالك، لسانك لورا بسقف حالك. ايوه اقفل بالراحه، اقفل 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 اقفل، افتح ثاني اقفل. انا بتشيك يا جماعه، يهمني جدا التشيك في الايرلي اوبننج اند كلوزنج. افتح سنه صغيره، لسانك لورا بسقف حالك، اقفل اقفل، الاقي العيان ريبروديوسبلي كل مره بيقفل في نفس المكان. خلاص اعمل ايه بقى؟ ما اعملش حاجه خالص، اسيب العيان قافل كده. خليك قافل يا عم، خليك قافل، واجيب جن فيها اوكلوزال ريكوردنج ماتيريال، واروح حاقن الاوكلوزال ريكوردنج ماتيريال ما بين الابر واللور تيث. ممكن عشان اساعد نفسي اروح خليه فاتح شويه واحقن على واحده فيهم وخليه يقفل واكمل الحقن عليها. بس دايما انا بحقن ورا، ما بجيش ناحيه قدام خالص. القدام بتاعي ده الاندكس ان العيان قافل في السنتريك بوزيشن وعلى الفيرتيكال اللي انا عايزه. احنا عندنا دكتور عندنا ريكوردنج ماتيريال في اي رابر بيز ميديوم، حتى رابر بيز في ميديوم لو في بهاي، لو في ميديوم رابر بيز. دكتور معلش، هو حضرتك هنا بترفع البايت؟ يعني انا هنا واخد بايت انتشنالي مرفوعه سنه صغيره، عشان انا واخد كيس بوت لاند سكير فهقفلها على الارض. طيب العاديه لو الانتيريور مش موجودين، فيري نايس كويستشن. لو انا عندي عيان بارشلي ايدنشلس، عيان بارشلي ايدنشلس، بقت الحكايه اسهل بكتير. ليه اسهل بكتير؟ هعمل اختراع اسمه اوكلوجن بلوك، تسمعش عنه؟ عارفه. بس هعمل الاوكلوجن بلوك، بحط الشمع واخلي العيان يقفل، الشمع يبقى عالي سنه، هيبقى انتيريور جيك تحفه، اريح من البتاع ده. دكتور لو في عنده ميسنج انتيريور، لا ده معناها ان انا لازم اريلاكس البيشنت وافضل اعمل له تريننج لحد ما يجيب سنتر. خلي بالك العيان هنا ما شاء الله مريح، بيجيب سنتر بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. في عيان هيقرفك لانه عنده هابيتوال بوزيشن. العيان ده لازم تعمل له ماسل فاتيج، لا ده افتح واقف افتح مش تفتح بقى تشمر وتعمل ايه؟ معلش بقى لازم عليك انتيرير جيك دي، عشان انا عايزه اجيب سنتريك. يس سنتريك ريليشن، سنتريك ريليشن مش سنتريك اوكلودنج ريليشن. مش ده اللي هو الديتو جراوند ديفايس؟ يس يس، العيان كده في السنتريك بس الفيرتيكال مفتوح سنه، فانا هعمل لها ماونتنج مفتوحه واقفلها على الارتكليتر، فجيب السنتريك اوكلودنج على الارتكليتر. طب هل ممكن استخدم التكنيك ده في رفعه البايت يا دكتور؟ تريز البايت؟ يس. تاني قول قولي لي بالك، احكي معايا. انا مش فاهمه ليه اسمه الديتو جراوند ديفايس لما انا هو يعني. لا خلي بالك، ده هو لما يقفل لحد الاخر مش هيقفل في السنتريك، ده هو عنده سنه بريما هيديفلكت، هيروح البروجرام بتاعه الغلط مزحلقه. يعني انا ما اقدرش خالص اخده بالبايت ريجستريشن ماتيريال من غير ما احط لو انت خدتي بايت ريجستريشن ماتيريال، اي بايت ريجستريشن ماتيريال يعني هيفضل يقفل معاكي لحد ما اسنانه تخبط في بعض، هيروح للبوزيشن الغلط مهما انا جايز استفدتش يعني. بالذات لو ماتيريال بتاخد وقت في السيتنج زي الرابر. خلاص لا بس ده مش جامد، انا احطه على سي دي بلاستيك يا جماعه. نتصرف ايه يا جدعان؟ دكتور معلش سؤال، كنت تمام ممكن استخدم التكنيك ده في رفعه البايت؟ يعني ممكن اريز البايت بنفس التكنيك؟ هي السي دي سرنجه بلاستيك لو ميسنج انتيريور زي ما قلت البصرات. يعمل ايه؟ اعمل ترايل دنشر بيز، ترايل دنشر بيز فيها شمع، واعمل الجيج عباره عن ان السنان اللور بتعلم في الريكورد بيز الاب لحد ما يحصل بوستيريور سيبريشن، وحط الريكورد ماتيريال ده. ماشي احنا قلنا في ثلاثه ايه؟ لو بارشل بوستيريور، لو بارشل بوستيريور اتس ايفن ايزير. ليه؟ لو بارشل بوستيريور يعني لا خلي بالك من حاجه هو انا اللي بيعمل لي سلايدنج ايه؟ اول كونتاكت بيقابلني. يعني هفترض معاك ان انا عندي ميسنج بايلاترال بوستيريور تيث وانت بايلاترال بوستيريور مولرز، الديفليكشن بيحصل عند البريمولرز، يبقى انا بعمل انتيريور جيج لحد ما البريمولرز يبقوا سايبين مش لامسين. مفيش حاجه لا خلاص، يعني الحاجه اللي انا شاكك انها عامله لي ديفليكتيف كونتاكت هي سنه منهم، فانا مش عايز ولا سنه لمسه، فبعمل دي بروجرامنج بفتح بق العيان لحد ما يبقى ولا سنه ناتشرال لمسه.
في بعضيهم. البوينت اللي قبل الاوكلوجن على طول بالظبط. كل لما يكون الريكورد اقل حاجه يبقى كويس. انت عندك رينج لحد 2 و3 مللي. طب اوكي انا الريمولر مش موجودين برضه فري اند سادل، مفيش ريمولر خلاص. ده ديبايت بقى بارشال دنشر مزيكا ده مش عايز لا جيج ولا ما جيجش ده يعني ده هي لوحديها زي الفل يا راجل. دكتور عايز تقسمها دول؟ لا عشان كده بصوا يا جماعه الدكتوره تسال سؤال حلو دلوقتي. انا العيان ده بعمل له ريكونستراكشن، فالمفروض الفيزل تريتمنت بتاعت الريكونستراكشن بتاعتي دي ان انا اعمل له تمبورايزيشن. يعني ما ينفعش اعمل الديفينيتيف تريتمنت على اللي انا عملته ده. انا واحده من الحاجات اللي بعملها ان انا بشتغل العيان ده، العيان ده محتاج اندو بيلد اب حاجه كده، وانا بعمل له الستيج الريستوراتيف فيز الاورنيه دي، انا المفروض اعمل له تمبورايزيشن على الجوريليشن ريكورد دي، اعمل له تمبر بريدج عليه وحط له التمبر بريدج. التمبر بريدج ده على الفيرتيكال الجديد اللي انا عاملها وعلى السنتريك اللي انا ظبطته. المفروض واحده من الكرايتيريا قبل ما جو فور فاينل ريستوريشن ان العيان ما عندوش بين ولا مشكله في التمبرو مانديبولار جوينت، وانه حاسس ان هو مستريح في البوزيشن ده. لو ده ما حللش المشكله ده معناها انه العيان ده حاجه من الاثنين، يا اما انا عملت ريكورد اللي مكان غلط، يا اما مشكله العيان اللي في التمبرو مانديبولار جوينت مش سببها للفيرتيكال ولا حاجه. دي ممكن يكون عنده انترنال ديرنجمنت، عنده اوستيو ارثرايتس، عنده حاجه ثانيه ريستوريشن او اوكلوجن مش هيحلها. فجزء من الثيرابي بتاعي ان انا بعمل تريتمنت انه التمبورايزيشن اللي هعمله على البوزيشن ده يديني انديكيشن ثيرابيوتيك اللي انا بعمله ده هيبقى ثيرابيوتيك كويس ولا ثيرابيوتيك لا. دكتور ممكن اعتمد على في حاجه كده اسمه نيورو ماسكولار اوكلوجن، في تكنيك اسمه نيورو ماسكولار اوكلوجن بيعتمد. هو بيقول لك ان الديسايسيف في الاوكلوجن از نوت ذا بون بوزيشن، ذا بوني بوزيشن بتاع الكوندايل والفصه، على الوضعيه اللي فيها الماسل تون في الريلاكس بوزيشن. بس عشان تعمل تو ابلاي ذا نيورو ماسكولار كونسبت محتاج جهاز اسمه ترانس الكتريكال نيورال ستيميوليشن ديفايس. الجهاز ده بيعمل دي بروجرامنج للماسلز عن طريق شويه شحنات كهربائيه. يعني العيان ده راجل حبيبنا وكل حاجه، هنجيبه لمده اسبوع نكهربه ونحط حاجه هنا تفرق الكهرباء. لا لا لا، this is a very popular concept in the world ان الماسلز اقوى من اي حد، فيو شود اوبي ذا ماسلز. فالناس اللي عندها ماسل سبازم قوي جدا وعامل لها مشاكل زي دي بروجرام الماسلز عن طريق شحنات كهربائيه، جلسات الكتريكال ثيرابي نودز كده بتعمل دي بروجرامنج للمسيتر والتمبوراليس ماسل لحد ما الماسل توصل للنورمال ماسل تونس. وبعد ما يحصل كده هو بيريكورد الجو ريليشن ريكورد والماسلز دي في المكان ده. في حاجه اسمها ديفايس اسمه كي 7 سيستم، اسمه كي 7. خش اعمل سيرش جوجل سيلف ستادي عشان دكتور احمد ما يزعلش. سيلف ستادي، دور على حاجه اسمها كي 7 ديفايس وحاجه اسمها نيورو ماسكولار اوكلوجن. ذا فيري بوبولار كونسبت بتاع واحد اسمه ماكاريتا. اوكي ماكاريتا افتح كده عندنا خالص. عشان بس عشان اعرف اعمل ريكورد وخليه يقفل وازود ماتيريال. لو معانا تيب رفيع شويه ممكن انجكت. بس اقفل يا عم كده خالص، اقفل اقفل. لا افتح تاني لسانك لورا صفح لك. اقفل اقفل بس، شكرا جزيلا، خليك قافل. هتدي بقى خليك قافل يا عم، ما تفتحش خالص. مهم انا اعمل مونو فيس صح؟ اكيد مو جيك. مش انا الناس هذا مش عايز اجيب ريكورد ماتيريال عليها، لكن انا بحاول على قد ما اقدر اوصل الماتيريال عشان يبقى الريكورد بتاعي ستيبل قدر الامكان. ريح نفسك عمينا خالص كده. انت ممكن استخدم التكنيك ده في بايت ريزنج؟ يعني انا عايز ارفع البايت. ما انا عامل بايت ريزنج دلوقتي اهو. لا لا قصدي استخدمه لو انا دلوقتي عامل بايت ريزنج ارفع البايت. يعني هنا رافع البايت اهو، انا رافع البايت، انا فعليا رافع البايت دلوقتي. يس، لو العيان الفيشل بروفايل بتاعه في لوس اوف فيرتيكال دايمنشن انت ممكن نفس الارتفاع ده يومين، مش شرط انك تقلله. لو انت وان اوف يور بلانس، العيانين اللي عندكم بتلاقيهم عندهم فيري شورت كراونز، انت في الشورت كراونز عندك وان اوف تو ستراتيجيز، يا اما ترفع الفيرتيكال دايمنشن يا اما تعمل كراون لينثنج. ايه الحكم غير انك تبص على الالفلر الروت اللي جوه الالفلر بون؟ الحكم بتاعنا الفيشل بروفايل والمسل. لو انا العيان ده، انا في البروفايل العيان ده، انا على الوضع ده شايف ان العيان هذا ايديال بروفايل،
فالعيان ده انا مش ممكن اسيب الفيرتيكال على الوضع ده لان خلاص واعمل كل التمبورايزيشن بتاع الوضع ده مش محتاج اقفل الحاله على الارتكليت خلاص انا هنا انا بعملها مينلي فور دايجنوستيك بيربزز عشان اشيل الديفلكتيف كونتكس لكن ممكن تكون دي الفاينل فيرتيكال دايمنشن بتاعتي يس لو الفيشل بروفايل بتاع العيان بيقول لي كده طب هي البروجكت يس دكتور لو في مشكله اصلا في المصل وانا ما قدامنيش حل غير المصل تول مثلا باراليسيس مثلا او ايجنج بيحصل لصف انت لازم تيجي عند اوحش حاله مثلا اعمل الحاله كويسه وسيب الصعبه اللي بعدها حلو كده ما اعمل السهل الاول بعد كده تعالى للراجل المشلول والراجل اللي عنده باركنسونيز هيبتدي في المشلول واحد مثلا مختلف عن واحد اولد ايج تمام المصل تكون بتاعه بص بص هفهمك حاجه اصعب عيانين اصعب عيانين اصعب عيانين هم العيانين اللي عندهم هابيتشوال بروتروجن او هابيتشوال بايت لفتره طويله بالذات العيانين اللي في ايده سنان بوستيريو فور لونج تايم وبيعمل هابيتشوال بروتروجن عشان يعرف يمضغ دول اصعب عيانين تجيب لهم سنتريك في الدنيا وممكن تقعد يطلع عينيك تنيم العيان سوباين وتقعد تعمل له مصل فتيج عشان ترخرخ اللاترال تريجويد نص ساعه ساعه الا ربع لحد ما تعرف تجيبه للسنتريك لكن قد اند اوف ذا داي طالما ما عندوش مشكله اناتوميكال جوه التمبرو مانديبولار جوينت المفروض انك تعرف تجيبه في السنتريك بوزيشن المظبوط طلعني بقى من العينين اللي عندهم باراليسيس واللي عندهم مش عارف ايه واللي عندهم مهيمي بليجيا ووشه حاجه في مين واللي عندهم مانديبيلكتومي ناس اللي هي ايه وما تجيبش عين عنده سكلير وديرما وتقول لي ده يعني كلمني في الناس العاديين اللي هم انت هتشوفهم فور ايفر داي براكتس يس يس انا اول ما قلت له اقفل لوحدك قفل في مكان غلط قلت له لا استنى رحت سايب الجن ورحت عامل جايدنس ثاني لحد اما الانسايز الايدج اللور دخلوا في مكانه لازم هو لازم يبقى هارد لانه لو كان حاجه طريه سهل جدا للعيان يحركها في اي حته يا دكتور في حاجه في دماغي نخليها البايت اوبن برده اتنين زي ما كنا بنعمل في البروسيس نخليها اون في فيرتيكال دايمنشن ونعلي من تو مره تمام وبعدين لا خليك انت هتفرق مش كنت سيسي بس خلاص كل ده مصيش بتصورني يا لا هبوظ العلم بتاعنا لا بصوا يا جماعه الدكتور بيقول هو عايز يمارك الموضوع بالفيشل اكسبريشنز الميجرمنت اوف ذا فيشل اكسبريشنز او سوري بالفونيتكس ان هو قاعد العيان ان فيرتيكال بوزيشن ظهره مش مسنود وراسه مش مسنوده ويخلي عينيه برناونس الباي ليبيال ساوندز اللي هم بيجيبوا العيان على الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست اللي هو اعلى من الفيرتيكال دايمنشن بروجن ب 2 مللي يعني العيان يقعد يقول وقيس المسافه والمسافه دي هي اللي اخد عندها البايت بالمسطره تخيل انت عايز عيان يقفل سنانه لحد الام وما يلمسي وانت حاطط ريكورد ماتيريال وجايبه في السنتريك بقى تعالى قابلني مستحيل يحصل في عيان دنجرس صعب جدا وبعدين اقفل بقى عشان عايز اقول كلام ما بيتسجلش ده كمان ملي ولا اتنين عندي سبيس ليه انا وانا بص عليه في البروفايل كده اللبس ابلايت بارت الليبيوم انت فاكز سلايت دي العيان ده لسه عنده ملي ولا اتنين يزيدوا لو انا عايز بس هو كده على فيرتيكال حلو لو انا في الاناليسيس بتاع الاوكلوجن هنا بصيت وعملت دايجنوستيك واكس اب ولقيت ان عندي سبيس فيري نايس سبيس فور كراونز خلاص لو انا عايز ارفع ملي او اتنين اعمل اخد الريكورد تاني ارفعه على الارتكليت خلاص انا اخدت فيسبوك عشان كده انا لسه انا عارف من البروفايل هنا ان انا عندي ملي او اتنين كمان لو حبيت ارفعها على الارتكليت ارفعها على الارتكليت اتفقنا افتح عملك افتح بس الاخر افتح بس لا ممكن يا دكتور انا عايز بس حاجه عايز بس حاجه ناشفه شويه او تريمر في تريمر هنا يا دوك لا تحت في العياده لا في هنا في العياده في العياده هنا تريمر آه. آه. لا لا في بتاعت التيبل استاذ الفرنسي بولتران 12 ونص
بس ما يكونش مخدر بقى تاني، يعني هو عشان هو ده مواخد الدواء. دكتور دي ميه الماء اه لا يعني هو ما ياخد ياخد البولفيرين. ممكن او ميه دافيه شويه مش عيب بس الملح ده ما يعملش شويه اكتر شوي يعني انت مش تردي من بتاع كلها ملح يعني. طيب ما تحطش ملح على على المقاس اللي هتصبه يعني على يعني على الماونتنج ما فيش مشكله. طيب. انما في ال هو عايز الدكتور يعمل كلايو كريستاليزيشن عشان ينشف منه بسرعه. فمايه التريمر دي فيها بلاستر ساك اوريدي. خلي ستني بقى انا بس معلش عشان انا وغالبا البيز دي كان فيها حاجه زي عازل دي عليها من السبراي ففصلت فانا بس همسحها كويس ماشي واعمل ريماونت ري اتاتشمنت تاني ماشي اعذروني معلش لا لا تحت امرك لا انا بس يعني اكروتك يعني يا ابو صفاتي شكرا لك صابون طيب نشيل الزيت ده لا يا فندم خلاص لا انا بس عشان غالبا السبراي جه مني على على الابر جو ممبر وانا برش السبراي جه على الابر جو ممبر بس غالبا يعني انا ايه بس سلمت انكل قال لي ان هو مش في البيت وعلى طول شايف على طول ده كانت محتاسين دي يعني تلو بعد الوقت يجيب هتشوفها الوقت لو اصلا الكروزر بتمتى لعيب معدود لكن في عين زي ده عنده اوبر ايربشن عنده كده مش هتشوفه امتى دي واحده من الايمز بتاعت الريستوريشن بتاعت العين ده ان انا اظبط له كروزر بلين انت لو بتصور بتاخد فيسبول واحد ايديال هتلاقي 13 ديجري لكن لو انت واحد عنده اوبر واحد زي ده عنده طالع ونازل اوبر ايربشن هو اوريدي الاوكلوزر بلين ديسربشن فمش هتشوف اللي انت بتقول فاهم ازاي انا بقول لك لو انت خدت فيسبول واحد ايديال او لو وانت بتعمل ريستوريشن هتعمل كده هتريستوري مع 13 ديجري انا بعمل عكس يعني الراجل ده عنده شويه ريفرس ستاندنج عنده ستاندنج كوزر فين العكس خلاص هو الفيس انا بعمل فيس ستاندنج عنده فلابريج البليت اللي هي بتاعه الاوكلوجن بلوك لو على فلابريج ده انت لازم تيجي بس عايز اقول كلام بايخ بس يعني دكتور كناش الفيسبوك فاهمني سؤال حلو امتى اخد فيسبو ترانسفير في الكمبليت دنشر الفيسبو ترانسفير ملوش لازمه الا لو انت هتعمل وات وي كول كلينيكال ريماونتنج يعني ايه كلينيكال ريماونتنج يعني انا طلعت الدنشر من بوق العيان لقيت عندي مشكله اوكلوجن خطيره فهقعد ابر جوه بوق العيان كتير فباخد العيان بايت مفتوحه برضو بالدنشرز واخد فيسبو ترانسفير واعمل سبوت جرايندنج على الارتكليت دي الاساس الميزه الاساسيه انك تعمل كومبليت دنشر بفيسبو غير كده الفيسبو في الكومبليت دنشر ولا له اي ثلاثه لازمه خلاص دكتور معلش الريليشن بتوين اللي هو اسمها البوتال ولا البوريون ولا الهوريزونتال بلين انا ازاي على الفيسبو هل يعني ليها فاليو ولا انا ازاي ريكورد لا انا بقول لك لو انت بتاخد ريكورد لواحد ايديال او بتعمل سيتنج لكومبليت دنشر او بتعمل ري استابليشمنت اوكلوجن لو انت واخد فيسبو صح لازم بعد ما تخلص الاوكلوزال بلين بتاعك تلاقيه عامل زاويه طالع لفوق لو انت بصيت مثلا على العيان ده هتلاقي ان سنانه سلانتنج لتحت بالعكس لانه العيان ده عنده سنان ميسنج ابر فوق وعنده اوفر ايربشنز وعنده سبيسز فهو ده مش ايديال ده مش حكم الراجل ده لما اعمل له ريستوريشن المفروض تكون لازم ارجعه على اوكلوزال بلين مظبوط لو انا عايز اعمل الفين سمايل حلو سمايل ديزاين حلو لازم اعمل له كده اعمل له ماشي اوكي دكتور كمل الحاله الثانيه الحالات الثانيه اللي احتاج اعمل فيها
في البارشال ايدنتيفيكيشن بيشنت او شغلكم بتاع الريهابيليتيشن الحالات اللي احتاج اخد فيها فيس بوت ترانسفير اي حاله عندها مشكله في التمبرومانديبولار جوينت لازم وانا بعمل دايجنوستيك امبريشنز ودايجنوستيك ماونتنج لازم اعمله على فيس بوت ترانسفير على بايت مفتوح عشان اعمل ديتكشن للبريماتوريتيز اللي عامله مشكله عينين التمبرومانديبولار جوينت اوردر كله نمره 2 العيانين اللي انا اي ام بلانينج to change their vertical dimension يعني ايه عيان عنده low vertical dimension عنده attrition جامد سنانه قصيره فانا عايز اغير ال vertical dimension فلازم لما اعمل analysis اخد على بايت مفتوحه سنه فلازم اخد فيسبوك العيانين اللي انا عندهم very few remaining teeth وانا مقرر اعمل لهم restoration او عدد السنان اللي موجوده اللي فيها interlocking او intercuspation قليل العيان ده when you are going to restore you should restore him to the centric and not to the habitual يعني عيان جالك عنده أربع سنان يمين فوق وأربع سنان شمال تحت وسنة واحدة يمين فاللي لامس ما بين فوق وتحت مين سنة وسنة أعمل له restoration على الهابيتشوال اللي هي السنة اللي خبطه هنا ولا رجعه للسنتريك رجعه للسنتريك فلما يكون العين عنده few remaining teeth وانا هعمل له restoration I am not restoring him to the habitual position I am restoring him to the center ساعتها لازم اخد فيسبوك واعمل نوف دي المين كيسز اللي تحتاج تعمل فيها يعني لو عيان بتعمل له single crown single crown ليه لا طب يا دكتور لو احنا بقى بنعمل انا ممكن اعسفك واقول للدكتوره بقى تعسفك سهله جدا دكتور طبعا لو جيش بتاع الاوفر دنشال عنده اثنين هنا وعنده واضح احب اللي انا اخد له خلي بالك انا بقول لك لما تكون بتعمل كومبليت دنشال كومبليت دنشال الفيس بوك لن يحمل ليك اي اديتيف فاليو غير لو انت بقى عايز تعمل استريك اوكلوجن بلين حلو في الدنشال بس ده تقدر تعمله وانت بتعمل الاوكلوجن بلوك تعمل الانتيريو بلين بارلل الى تريجس لاين وسول انت انتربيبيلاري وده الى تريجس لاين فيو كان دو ات الفايده الوحيده للفيس بوك ترانسفير في الكومبليتلي ايدنتيفيكيشن سبيشن هو الكلينيكال ريماونتنج انا شخصيا شايف اتس ا فيري نايس تول بس انتوا مش تعملوا دنشرز كتير يعني بس لو عملت دنشر وجيت يوم الدليفري وده احتمال يحصل كتير معاك ان انت وانت جاي تعمل دليفري ايه بريماتشور كونتاكتس كتيره هيبقى اسوا يوم في حياتك هو يوم الدليفري تقعد تعمل سبوت جرايندنج لحد ما يبلغ صاحبك او اسوا 3 ايام يعني معناها تجيبه مره واثنين وثلاثه العين ده لو جربت تعمل له فيسبوك ترانسفير خدت الدنشر باندكس زي ده بالظبط كده ورحت واخد بايت مفتوحه سنه بحيث الريكورد بتاعك ما يتخرمش قول العين اقفل بالراحه على شمع بحيث الشمع يبقى ارفع حاجه وما يتخرمش واعمل له ماونتنج واعمل سبوت جرايندنج على الارتكليتور افضل نزل لحد ما تجيب اوكلوجن هتاخده فوق العيان تحفه مش هتلمسه او هتلمسه فيري فاين تاتشز فهيقلل لك الشير سايد تايم جدا الكلينيكال ريماونتنج لكن اذروايز مفيش اي فرق خالص ما بين الكومبليت دنشر اللي بتعمل على فيسبوك واللي من غير فيسبوك دكتور طب حضرتك بتقول ده ريكورد يعني بالعربي كده من الاخر الفيسبوك بتاعكم مش بتاعنا حضرتك بتقول والله العظيم عشان هيتشرينه تمام دكتور حضرتك بتقول الريكورد دوت احنا بناخده وممكن يبقى غلط احنا بقى لو هنعمل حاجه صح يعني احنا يعني انا ما قلتش غلط لا مش قصدي ده ريكورد البيشنت عنده مشكله مش الاوكلوزال بين مش مظبوط طب انا هظبط الكلام ده ازاي وحضرتك ثبت هصلحه انا هعمل دياجنوستيك واكس اب هعمل واكسنج اب للفاينل بوزيشن على الصح هعمل واكسنج اب على ماشي ما هو الصح دوت ازاي وحضرتك يعني انا السنه دي واطيه ودي عاليه هو الصح ايه ان تبقى دي العاليه ودي الواطيه لكن لما اجي اعمل واكس فاكر ما يتغيرش لا اخلي الانجل ارجع الانجل 4 بالظبط في السيت اب بتاعي دكتور يعني معلش هو دلوقتي بيقول لحضرتك لو هو دلوقتي في البلان اللي احنا مش عايزينه هنرجعه ازاي بقى العيان ده مشكلته دلوقتي هو عنده بوستيريور سلانتنج حصل من السنان البوستيريور عشان مفيش حاجه قصادها حصل لها اوفر ايربشن فبدل ما الابر ما الابر انتيرير هم اللي اعلى والابر بوستيرير يعني الابر انتيرير هم اللي زين تحت والبوستيرير اللي فوق البلين حصل ايه اتقلب تمام فاللي بيعمل للراجل ده ريستوريشن واحده من اهدافه لو هو عايز يعمل له سمايل حلوه ان هو يقلب الكيرف تاني ان السنان اللي قدام دي تطول والسنان اللي ورا تقصر عشان يرجع الاوكلوزال بلين على الوضع بتاعه فانت مش هتشوف الحكايه دي الا على الارتكليت طب انا بس في حاجه نسيت اقولها اتس فيري امبورتنت ايه الكومن ايرورز اللي هتحصل معانا في الفيسبوك اول ايرور ميد لاين شيفت هيحصل معاك ميد لاين شيفت لو انت البتاعتين البلاستيك دولت ما كانوش ستيبل في ودن العيان ساعات تبقى انت مش واخد بالك فواحده منهم داخله لجوه واحده طالعه لبره هيبقى الفيسبوك مش سنترلايز هيطلع البايت فيها شيفت الحاجه الثانيه انه لو انت واحده منهم انا عملت ايه فاكرين لا انا شديته بصباعي زي لقدام عشان اضمن ان الاثنين لامسين الانتير وول اوف ذا اكسيدنت لو دوت انيميتس لو انا ما حصلش كده وفي واحده لامسه واحده مش لامسه هيبقى ال 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 التلت هتلاقي عندك مش شيفت بس هتلاقي كل الكاست مايل كده او مايل كده خلاص ساعات يحصل كمان ان واحده فيهم تبقى عاليه وواحده واطيه فتلاقي الاكروزال بلين بتاعك بقى مايل زياده عن اللزوم كده او كده فلازم هي الحكايه كلها محتاجه ان انت
تتشيك قبل ما تربط خالص والنظر. ان الاير بيسز سيتويتد في البوزيشن بتاعهم كويس وان عملت بروبر لوك. ده سهل جدا مع السيستم ده. الفيسبول لطيف جدا. الفيسبول القديم اللي هو مش عارف وش العين ده يا نهار ابيض. بقول لكم كنا بنجيب ثلاثه، واحد يمسك هنا وواحد يمسك هنا وواحد يتفرج ويعمل ويبص ويربط وكده خلاص. حد عايز حاجه يا جماعه دلوقتي؟ اه دكتور انا كده انا لا خلاص مش عايز حاجه شكرا دكتور. الاجابه الصح يعني ده فيسبوك لازم البروسيدنتست. البروسيدنتست لازم معاه حاجتين في جيبه ما يفرقوش غير البطاقه طبعا. لا يبقى معاه فيسبوك وسيرفيه ما فيش بوب. لا فيش بوب عندي يعني وان بي يعني هم في عيبه واحده بتوعك دي حاجه شخصيه عامله زي فرشه السنان. ينفع يبقى عندك فرشه سنان تستخدمها بقى في العياده غير ان انا هاخد العيان فيسبوك ترانسفير احطه ماشي عامل ماونتنج للارتكليت يس. ايه تاني ممكن اعمله يعني يبقى يوتيليتي في العياده؟ ايه تاني يوتيليتي؟ يوتيليتي كل العيانين للحالات الكبيره لازم تعمل لهم دياجنوستيك واكس اب تفرجوا للعيان تقول له ان لما اخلص هيبقى شكلك عامل كده. تمام كات كام ده كل الكلام ده؟ ما هو انت عشان ما هو بالراحه بس بالراحه. انا ما انا بشتغل على لا لا انا بشتغل على كات كام ماشي معلش اعذرني. لا لا ما لاجهوش خالص. ليه؟ انت عشان تعمل كده على الكات كام لازم تاخد ريكوردز للعيان وتعملها ترانسفير في فيرتشوال ارتكليت على الكات كام كاس ماشي. انا عشان اعمل فيدنج للفيرتشوال ارتكليت بتاعي اللي عندي على السوفت وير لازم اديله داتا. هديله داتا منين؟ انا لازم اخد ريكوردز. هو بيبقى جاي بقى معاه ارتكليت فما لاجهوش. الحل الوحيد انه يلاقيه انه يحصل انتجريشن في سوفت وير بيعمل في حاجه اسمها التراسونيك جو تراكنج ديفايسز. ده ديفايس فيسبوك ماكسيلري ومانديبولر بيركبوا مع بعض والعيان بيعمل شويه موفمنتس تقوم يطلع اوتوماتيك التراسونيك للويفز تطلع تروح على الكمبيوتر يقيس لك كل الاسات بروتروسيف ولاترال وتعمل كل حاجه. لما يحصل انتجريشن ما بين السوفت وير ده والسوفت وير بتاع الكات كام ماشين ساعتها هقول لك ما تعملش الكلام ده. بس اب تو ذيس مومنت مفيش اي انتجريشن. انا لو شغال على السوفت وير بتاع الكات كام ماشين في الفيرتشوال انتجريشن هعمل ايه؟ لازم اديله ريكورد من يعني انا هاخد بروتروسيف ريكورد من العيان وهقيس رقم البروتروسيف هنا واعمل له فيدنج بتاعي على الكمبيوتر اقول له يعني بروتروسيف كذا. انا لازم اعمل ارتكليت بادي يس واعمل له سكان بقى ولا هو بس؟ هتعمل سكاننج للبايت للابر واللور هتدخلهم على السكانر هيسكان ابر ولور مع بعض خلاص. وهو هتدي له البارامترز الثانيه بتاعه البروتروسيف ريكورد قد ايه والايميديت سايد شيفت قد ايه والبروجريس سايد شيفت قد ايه. هتعمل فيدنج للكمبيوتر هيروح عامل لك فيرتشوال ارتكليشن لكن مش هيعمله من الهواء. والارقام دي انا هجيبها ازاي من هنا؟ اه يعني هناخد ريكوردز بروتروسيف ولاترال ريكورد من العيان. ما قلناش النهارده دي ما قلناش النهارده دي. تاخد من واحد. طب انا دكتور دلوقتي في حاجه ثانيه غير الدايجنوستيك واتس اب تتعمل ثاني في الفيسبوك؟ تمبورايزيشن بروبر تمبورايزيشن للبيشنت على الارتكليتور. لانك لما انت عملت دايجنوستيك واتس اب لو العيان ابروفد الدايجنوستيك واتس اب هتستخدم الدايجنوستيك واتس اب ده عشان تعمل بيه تمبوري للعيان خلاص. فاينلي خلي بالك هو احنا ايه الفرق ما بين لو انا بعمل فاينل ريستوريشن بعمل العين فول ارش بورسلين ابر ولور ايه الفرق بين اللي هيتعمل على سيمبل هينج واللي هيتعمل على سيمي ادجستبل ارتيل؟ الرقم يعني عدد الايرور وعدد الموفمنت فرق الموفمنت لاترال موفمنت. ما هو اللي بيشتغل على سيمبل هينج بيعمل ايه؟ التكنيشن على سيمبل هينج هيروح ماسح لك الكاسبات خالص ما خليه عشان العين هو بيعمل مفيش اي انترفيرنس بالظبط. انا السيمي ادجستبل ارتيل والريكوردز هيخليني اعمل اعلى كاسب هايت ممكن من غير انترفيرنس. انما في السيمبل هينج التكنيشن عشان يتفادى الانترفيرنس هيموت لك كله. فانت مع السيمي ادجستد ارتكليتور والريكوردز المظبوطه هتعرف تعمل سنان شكلها حلو وافيشنت اقصى قدر ممكن من غير انترفيرنس. على السيمبل هينج مش هتعمل كده. هتعمل سنان اولموست ممسوحه سيمي اناتوميك وملهاش اناتومي قوي عشان تتجنب الانترفيرنس اللي انت مش عارف حركه العين عامله ازاي. ما انا قصدي كده يعني انا دلوقتي سيمي ادجستد ارتكليتور معنى كده ان انا لازم انا برضو اللي اعمل الديفينيتيف ريستوريشن. لا محتاج تعلم التكنيشن. اما كده اما ناقص يعني لازم هو اللي سامع جسم الكريتر بالفيسبوك. احنا مأساتنا في مصر ان احنا ما عندناش ترين تكنيشنز واحنا ما عندناش مش عيب فيهم عيب فينا لان احنا مش بنعلمهم. والعيب ان احنا مش بنعلمهم ان احنا مش عارفين. صح كده. فاحنا عايزين نكسر السايكل ان احنا نبقى عارفين. بالظبط. فلما تبقى عارف هتروح للتكنيشن بتاعك تعلمه مره. فلما تعلمه مره لو انت بس اللي بتقول له عايز كده هيموظف هيقلبك ويحطك في البلاك ليست ومش هيرد عليك. لكن لو انت رحت له وبصراتي راح له ويحيى راح له بقى في ديماند هيضطر يتعلم. هو ليه يا جماعه الزيركونيوم والكات كام في مصر انتشر بسرعه؟ عشان في ديماند. اخلق الديماند على اي حاجه الناس هتتعلمها. اعمل حاجه الناس ما عليهاش طلب هتترمي في الزباله. فلو انت طلبته وهو طلب وهو طلب وهو طلب الناس هتضطر تتعلم. في الاول هيبقى معمل واحد بيعملها وبيقرص عليك وبيستحق فلوس عشان يعملها لك. واحد تاني هيعرف ان انت بتعمل كذا هيعملها.
فهتلاقي الكومبيتيشن نزلت السعر. كل معمل بتاعك وخلاص ممكن يعني هتحل الموضوع. لا it always starts with education. علم الناس، تعمد ان النوليدج تنتشر، مش تبقى حكر على حد. النوليدج لو فضلت مع واحد it dies. واللي معاه النوليدج ده هو بيروح في الزباله بالنوليدج بتاعته خلاص. لكن انت تعلم الحاجه وعلمها لواحد واثنين وثلاثه واربعه، هتلاقي الديماند عليها كتر وبقت سهله جدا كل الناس بتعملها. ما يعني انا قصدي بعد ما ناخد الفيسبوك واعمل دياجنوستيك واكسب هبعت كل الارتكليتر لل... ما تبعتش، روح اقعد معاه اتعب نفسك واقعد معاه شويه وقول له النبي اعمل لي كذا ونعمل وغمزه 100 جنيه وانت ماشي زياده كده اغمزه كم مره. فاول مره هيعمل مشكلتنا فعلا من الاول اللي احنا مش عارفين. يعني ما ينفعش اروح اقول له خلاص، ما انا بقول لك اهو النهارده هدف النهارده ايه، ان حضرتك تعرف بس كده. انا كده قصرت ولا والله ما قصرت؟ لا والله ما قصرت. لو انا هعمل استغل بيها ليشن لازم كل ريكورد اخدها. انت لازم اجاوب على ستك لوحدك بره عشان تعمل لهم كلهم ديستراكشن. لازم اعمل نفس نوع الفيسبوك. يس يس يو هاف تو بي ستاندردايز. طبعا 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 طبعا. لو غيرت النوع ممكن يعمل لي يعمل لك مشكله. لو انت اول استادي بيزد على الكلام ده لازم دكاتره. ممكن دقيقه بس عشان انا ابقى خلصت اللي انا عايز اعمله بليز. معلش شويه بس يا سامي. لا كفايه عشان تري بقى النهارده والمره يعني معلش. خليكم حلوين خليكم حلوين. الدكتور كده عايز تروح مش عايز تروحي؟ عندي تدريب اكل عيش لازم اروح السنتريك. ممكن يا جماعه مشرط؟ لا لا بس انت خدت رياكشن على طول بعدين. شيء بس ممكن ينبع سر بس. ليه مو؟ لا لا ما شاء الله. لو أنا بعد ما ممكن لو خبطته خبطة يفك. الميزة إن هي الدكتورة عاملة إندكس تحت، فالإندكس تحت هيرجعني تاني لو أنا عايز في المكان بتاعي. غير لنسة جيب حد جاب لنسة طبيعية. إس. دكتور معلش احنا ما بس بعد اذنك يا فندم. انا عايز اعمل بس ماونتنج للسنتريك ريليشن، فعايز اقص بس الرابر الزياده، بس في رابر هيعمل انترفيرنس مع السيتنج فاشيله. هو ايه الاكسكلوسيف؟ والله كتر خيره. بس شو مخنون بس ولا شيء عميل بس خلاص خلاص. ما رد علي ان شاء الله يطلع بالفيديو. انا بس بتشيك على حاجه، بس بتشيك ان ما فيش يعني حاجه بتعمل ريكويلنج عشان عيب الرابر الاساسي في الريكوردز الريباوند. ميديوم اديشن. كم الرفع ده؟ مش زاك هي دفعه واحده. شوف اللي جرب خد الكفر بس. اه ما كان في ريم.
بس فوق كله من برا لسه بنتفق انا وشباب بنجيب انا بحاول يا جماعه اشيل كل الحاجات اللي ممكن تعمل انترفيرن. ساعات الريكورد ماتيريال بتخش في الانتر بروكسيمال سبيسز فتمنع السيتنج. واحده من عيوب الرابر يعني كبايت ريجستريشن ماتيريال انها سام تايمز لو في اي انترفيرنس بتريكويل وتعمل لك مشكله, فمحتاجين نفيريفاي انها بروبرلي سيتد ان بليس. دي بتاعه الناحيه دي كده في مكان كويس. فاضل الناحية التانية اطلب منكم طلب سخيف شوية. ينفع نجيب استك؟ رابر باند حقوق علي, عايز رابر باند بلاش استك عشان تزعل. يعني هدكتور ربنا هيقول سكواش بايت غلط؟ لا مش سكواش بايت, سكواش بايت حد يعني سهل جدا تعمل ريكورد غلط ومش مظبوط على الفيرت انت عايزه, فانت محتاج تعمل دي بروجرامينج يعني انتيريور جيك اكيد. اه دكتور لو انا ما عم استعمل هالكلام هذا بشكل عام لما اخذ بايت اخذ دائما وكن يعني لو ما كان لك اخذ على طول يعني صير اخذ بايت اوبن. انا بقول لك هو بتاخذ البايت اوبن لو انت هتعمل هترفع الفيرتيكال دايمنشن او عندك بري ماتيوريتي عايز تديتكت عشان تو فويد الهابيت. فين هالك؟ فين عندك شوي؟ سهلا؟ بنرجع البايت بتاع بنعمل ايه؟ ما هو بس يا شباب شكرا جزيلا كتر خير صرافه. شوية سامي سامي شوية شوية اللي حصل بقى وإيه اللي حصل يا بشرف؟ أنا كده رجعتها يا جماعة. أنا مشكلتي بس مع الرابر إن هو الريباوند بتاعه فسام تايمز وإحنا بنعمل ماونتينج بنجيب الاستيك بانز عشان نسكيور الحاجه ان بليس, وبعد ما نخلص ماونتنج هنقص الزياده نعمل. انا بتشيك بس ان انا سيتد جوه الريكورد هنا وان الجيج لامس انتيريرلي, اعرف ان انا في مكاني المظبوط. اروح اعمل ايه؟ اما اقفله بقى اروح اعمل اقفله عشان نروح صح كده؟ لا احط هنا واقفل اتشيك اول حاجه ان ده بيتحرك. الحاجه الثانيه احط البين واحط التيبل. التيبل يا جماعه كان عندكم هناك هتلاقي اسمكم التيبل السايز التيبل. شكرا جزيلا. صوت الجبل ربط شوف كل من الحاجات يا جماعه اللي لازم اراعيها وانا بقفل خلاص, ان انا عايز يا ريت يا ريت لو اللور جو ممبر ده بارلل للابر خلاص, فممكن اعمل ايه؟ افتح البين كده
تبقى ايه دكتور بارلل الابر ده اللور بارلل الابر يفضل يبقى اللور بارلل الابر خلاص لو يعني اف اتس دوبل يبقى كويس فهعمل ايه هو البين ايه السيجنيفيكانس بتاعه يعني ده الفيرتيكال ستوبر بتاع الارتكيت مفيش ارتكليتور من غير فيرتيكال ستوب خلاص انا كده حطيتهم بحيث شايفين اللور بارلل الابر والبين سنترلايزد مع التيبل ده الايديال سيتويشن دايما البين بالظبط انا بفضل اعلي واوطي في البين لحد ما يبقى مع بعض في البينز بيبقى عليها جراديويشن حلو جدا ان انا ابقى عارف الجراديويشن بتاعي فين يعني انا بص لو حد بص هنا كده هيلاقي البين معلمه على العلامه دي خليها نعملها عند علامه عريضه شويه اوقفها هنا عند علامه ديفينيت عشان يبقى ده الزيرو بتاعي لا عشان انا هرفع واوطي ملي واتنين وهعمل اللي انا هعمله ده كله فعشان ابقى عارف البدايه بتاعتي فين عشان هو عليه جراديويشن لو انا عايز اعلي ملي اوطي ملي ابقى عارف انا وطيت كام ملي بالظبط اوكي كمان بلاستر جماعه حد ينضف طبل الدكتور لا اسيب حد انا بعمل حاجه يا فندم انا ما بحبش حد يعمل حاجه خالص دكتور ده اول استخدام للبين النهارده هو الفيرتيكال بين ده هو دلوقتي البين ده يا جماعه اهم استخدام ليه هو ده بنسميه الفيرتيكال ستوبر اوف ذا ارتكليتور ده اللي بيحفظ الفيرتيكال دايمنشن مثلا كنت عايزين برضه احنا عايزين هوريزونتال فاحنا واحنا بنعمل ماونتنج نخليهم بارلل لبعض اوكي عندنا لو عملتي ماونتنج ودكتور اشرف عبد المنعم شاف الابر مش بارلل للور يبقى يوم الكلاب وتيجي الراجل عنده حق الصراحه ان احنا عمالين من الصبح نتكلم على فرانكفورت بلين وبعدين تيجي تعملي لي انت الفلات بتاع مقلوب المره دي يا جماعه انا هحط شويه جبس كتير وهعملهم تقال شويه عشان السبيس كبير ودايما هتلاحظوا ان في معظم الاحيان اللور كاست طالع ليبيال شويه عن مكان الرينج فتلاقي الماونتنج بتاع اللور زي ما يكون واخد شكل ترابيزويد واحد كان بيعمل حاجه انا مش فاهمه بيعمل ازاي اصل تاني شافوه سايز التيبل قصدك الادجستر في اكسسوار بتيجي مع الارتكليترز تيبل زي دي بس فيها لوك وزوايا بتتميل قدام وورا وساعات يبقى فيها وينجز لاترال وينجز عشان تتحكمي فيها في الانسايز التيبل بتاع الفور انتيريورز واللاترال وينجز عشان تتحكمي في الكناين بروتكتد اوكلوجن بتاع الكناين اللاترال موفمنت عند الكناين المره الجايه ممكن اجيب لك واحده من السيستم الثاني معاها واحده ادجستر المره الجايه يا فندم ايه انت المره دي مش عارف والله فاهم انا مش عارف بكره هعمل ايه اكدب لو قلت حاجه ميعاد النهارده ابقى انا كذاب اجازه واجازه ايه في اجازه لا مش اجازه يعني ايه اجازه دكتور انت مش بتشتغل في الكليه دي الكليه دي فيها اجازه لا يعني ايه اجازه دكتور احنا ما نعرفش حاجه اسمها اجازه ولا الطلبه والله والله يا دكتوره فكرتيني تصدقي انت شاطره كويسه اديك ربع جنيه معكش في كتير تيك كتير عشان المسافه دايما في اللور بتبقى كبيره شويتين بس سال من شيء اوعى في حاجه فكت تحت اوقع عليا اوقع عليا اوقع عليا اوقع عليا يا في مشكله تقريبا في الرنج اللي تحت ولا ايه بتفك من في حاجه تحت بس نشيك عليها ثواني كده هعمل لها رئة التتنفس
ماشي بريك من ميديا عشان نقدر نطلعها كده كده طلعني كده على فيكم الارتكليتر مش تقدر تكون عامله فيديو لاين ريسيت مش سهوله ايش ايش هو عشان كتير يعني حاجه بسيطه كده عشان لما تضرب عليه ضربه كده يقوم سلام يا اخي خدت بالك انت من الضربه دي عشان تضرب ضربتك برضه نجم ابو صلاتي برضه نجم جامد قوي يعني والله دكتور انا قعدت سنه بعمل ارتكليتور بس في عياده بس اكتشفت ان انا بعمله ده بجد بجد يعني بس كنت بوصل للنتيجه والله العظيم ده مهم لا كنت بنزله يعني بعد ما هنخلص يا جماعه اللي هنعمله كله ان احنا هنفك الابر لوحده واللور لوحده هنعمل ميكس بلاستر تاني ونبس نلف حوالين الرينج كلها نعمل سكيورنج للرينج في مكانها وبعد كده هناخده بصنفره عارفين الصنفره صنفره تحت الميه نعمل له فينيشنج كويس عشان يبقى شكله حلو يعني للتصوير وخلاص نبقى احنا كده وير فينيشد ال مش من كتر خير حد عنده سؤال؟ شكرا.